مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، مساء الفل على حضراتكم، منوريني ومشرفيني دايما كالعاده في بيتكم الاهلي والاهلي الليله. اكيد الحديث في الشارع الاهلاوي عن مباراه اطلع بره بكره ان شاء الله، واكيد طب كمان الحديث عن المدير الفني القادم للنادي الاهلي. وعارفين طبعا احنا كاهلاويه متشوقين ان يكون في اسم كبير يليق بالنادي الاهلي، واكيد هيكون كده باذن الله، اكيد هيكون في مدير فني يليق باسم ومكانه النادي الاهلي. كلمت مع حضراتكم امبارح عن اقاله مارتن راسارتي، وقلت لكم ساعات او اوقات كتير جدا الاهلي بيدفع ضريبه اسمه الكبير ومبادئه وكيانه اللي بيحافظ عليها طول تاريخه، ان انت ممكن تستنى وتدي المدير الفني فرصه علشان يطلع يقول والله انا كنت في مكان كالعاده، يعني مكان محترم جدا، كان اسمه النادي الاهلي، ادوني كل الفرص، عشان كده انا دلوقتي ماشي وعارف ان انا لم اوفق في هذا المكان او الكيان الكبير جدا. لازم النادي الاهلي كان يعمل كده، حتى لو كان عارفين كلنا ان مارتن راسارتي ما كانش هو يعني المرجو منه في الاونه الاخيره، لكن احنا كنادي اهلي لازم، لان ده شكلنا وده طبعنا ودي اسسنا وده مبادئنا، لازم نمشي عليها ليوم الدين يعني ان شاء الله. عايز اقول لكم بسرعه ان شاء الله هيكون معايا بعد الاخبار النجم الكبير الكابتن احمد فوزي حارس مرمى النادي الاهلي السابق، هنتكلم معاه في كل تفاصيل لقاء الغد، هنتكلم كمان معاه في شكل الحراسه او حراسه المرمى بشكل عام. هيكون معاكم في الفقره الثانيه زميل العزيز محمد سعيد، معاه الناقد الرياضي الاستاذ محمد صادق. التمرين انتهى منذ قليل، هيكون معانا كمان كريم احمد عشان يطمنا على المران، وكلمنا عن الحاله المعنويه او الحاله المعنويه لكل اللاعبين. اتكلمنا كمان عن محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي. محمد يوسف دايما بتولى المسؤوليه الصعبه بصراحه، الفترات دي بتبقى صعبه جدا، انت بتطلع لعيبه من حاله معنويه، خروج من الكاس، كلنا كنا يعني خلاص قلنا خدنا الدوري بشكل كويس قوي ومن هنا بشكل كويس قوي، كمان بدأنا أفريقيا بشكل كويس، أو حتى لو كان المنافس بتاعنا كان سهل نوعا ما، لكن كان عندنا أمل كبير إن احنا نتخطى مباراة بيراميدز. كان ممكن، لكن مش عايزين بقى نتكلم على الأخطاء التحكيمية تاني وجهات جريشة تاني. واتكلمت معاه أو اتكلمت عليه امبارح جهات جريشة تحديدا، إن هو حكم كبير ما ينفعش الأخطاء، مش عايز أقول متعمدة، لكن في إصرار إن أنا عارف إن في خطأ ومصر على الخطأ، لكن هي طبعا أخطاء مش متعمدة مع حكم المفروض إن هو اسمه كبير، حكم مونديالي. ولما كان في يعني كلام حصل على جهاد جريشة، كان قناه الاهلي اول من دفعت عن جهاد جريشة واتكلمنا عليه يعني بشكل كبير جدا. لكن هي دي كره القدم ولازم يبقى فيها اخطاء، لكن اخطاء متكرره هو ده اللي مش مقبول، اخطاء في مباراه حاسمه هو ده اللي مش مقبول، اخطاء بتخرجنا من بطوله برضو ده مش مقبول. فيعني رفقا بالنادي الاهلي مع الحكام ان شاء الله يكون في مستوى تحكيمي اعلى من اللي احنا شفناه قبل كده. لغايه لما يجهز كريم احمد، محمد يوسف المدير الفني المؤقت للنادي الاهلي، طبعا هو مش جديد على اللعيبه، ولا اللعيبه عارفين محمد يوسف، عارفين طبعه، هو عارف كل كبيره وصغيره في الفريق، وعارف اللعيبه اللي المفروض تلعب، وعارف كل حاجه بصراحه. هل بيبقى في فرصه للمدرب اللي بيكون في الجهاز الاجنبي او الجهاز اللي هو متولي القياده الفنيه في اي نادي، بلاش النادي الاهلي، هل بيبقى في فرصه ان هو يقول يا جماعه لا لازم ده يلعب؟ اعتقد الموضوع ده صعب، عشان كده دايما بنشوف لما يمسك محمد يوسف بنشوف لعيبه نقول طب محمد يوسف ما كانش بيقول ليه؟ انا عن نفسي مثلا بتسال طب محمد يوسف ما كانش عنده مساحه ان هو يقول مثلا الراجل لا ده لعيب كويس يلعب، لا ده اللعيب ده مثلا ممكن نريحه شويه، لا ده عنده باد لك مثلا فنريحه، ممكن ندي الفرصه اللي مش عارف لفلان. فالموضوع هل بيتقبله بقى المدير الفني اللي هو الكوتش بصدر رحب، ولا بيكون مصمم على اللي في دماغه؟ اسئله كبيره جدا. تعالوا نشوف كريم احمد. كريم اهلا بيك يا كريم، ومساء الفل عليك. تحياتي ليك يا كابتن ميدو، وبرحب بيك وبرحب بكل الساده المشاهدين. اهلا بيك يا كريم. عايزك تطمني على المران، تطمني على الحاله المعنويه للعيبه، طبعا عن مباراه الغد استعداداتها، محمد يوسف اتكلم في ايه مع اللعيبه؟ باكد لك يا كابتن ميدو، يمكن قلنا الاستعدادات قويه جدا بالنسبه للفريق النادي الاهلي، الصفحه اتقفلت بالكامل، صفحه الكاس، وبدا الاستعداد من جديد في مباراه العوده. النتيجه يمكن مريحانا شويه نتيجه المباراه الاولى يا كابتن ميدو، لكن المباراه الثانيه بالظروف المحيطه لفريق النادي الاهلي لابد يكون فيها رساله مهمه، لابد يكون فيها مصالحه جماهير النادي الاهلي، وده اللي يمكن اتكلم كابتن يوسف اتكلم عليه مع اللاعبين، كابتن سيد عبد الحفيظ، دور كمان اللعيبه الكبيره اللي اكدنا عليه، يمكن ده اللي بيقوم بيه الجهاز الفني مع كابتن يوسف القائم بعمل طبعا المدير الفني حتى هذه اللحظه، يمكن دم الشمل مطلوب ومهم جدا، والتالف والوحده بين لعيبه النادي الاهلي المعروفه مطلوبه جدا، وده اللي بيقوم بيها كل اللعيبه الكبار، كل اللعيبه الكبار كانت مجتمعه مع بعض في احاديث
في يمكن تركيز كبير جدا، وده اللي احنا بنراهن عليه على طول عامه مع فرقتنا مع فريق النادي الاهلي والجهاز الفني بالكامل، ان شاء الله تكون المرحله القادمه اللي جايه كلها جديه كلها انتصارات. مجلس الاداره زي ما انت عارف يا كابتن ميدو بيقوم بدور كبير، لجنه التخطيط في ايجاد مدير فني ان شاء الله يليق باسمه شخصيه النادي الاهلي، لكن عليهم دور كبير جدا لعيبه النادي الاهلي خلال المباراه القادمه، منها ان شاء الله يكون مكسب كبير ومنها كمان تكون مصالحه لجماهير النادي الاهلي. النهارده كالعاده التدريب كان في تدريب خططي النهارده، يمكن الجزء الكبير جدا من التدريب هو خططي وبعض الكرات الثابته. كابتن يوسف واضح ان مركز بشكل كبير جدا على الضغط في الثلث الامامي وان هو يكون بين الهجمات بسرعه زي ما قلنا، يمكن الفرقه ضعيفه فرقه اطلع بره او بطل جنوب السودان بالنسبه مقارنه للمباراه الاولى، لكن مباراه العوده ومباراه الجمعه ان شاء الله لها حسابات خاصه كثيره جدا لدى الجهاز الفني واللاعبين. النهارده كمان تالق بشكل كبير جدا مجدي قفشه في الكرات الثابته، الود يانج كمان النهارده كان واضح ان هو مركز بشكل كبير، وكان تدريب الامس كمان كان واضح ان هو عنده تركيز وعنده اصرار ان هو يكون متواجد مع النادي الاهلي. محمود متولي، محمود وحيد كمان النهارده اللي كان كابتن يوسف اتكلم معاه اكثر من مره بيديله مهام النهارده واوقف المران اكثر من مره بالنسبه لمحمود وحيد. الحمد لله كابتن ميدو اقدر اقول لك الكل مركز ان شاء الله تكون كلمه السر بكره كالعاده هي جمهور النادي الاهلي اللي يحضر بكثافه زي المباراه الاولى، ومنها كمان ان شاء الله لعيبه النادي الاهلي يكون في قمه التركيز غدا بالنسبه للمباراه باذن الله. طمنا على اللعيبه المصابين يعني سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن، كلمني برضو يعني عندي خبر ان هم بيكملوا البرنامج الاستشفائي بتاعهم او التاهيلي بتاعهم. بالتاكيد صح يا كابتن ميدو، باكد على كلامك. بينضم لهم كمان وليد ازارو النهارده كمان اتدرب تدريب منفرد مع محمد محمود سعد سمير. سعد سمير خلاص يمكن في مراحل متقدمه جدا من العوده تدريجيا اللي هي التدريبات الجماعيه، يمكن تدريبات الكره اللي شفناها النهارده فيها قوه فيها ترنات فيها شوتنج فيها حاجات كثيره جدا تدل ان خلاص سعد ان شاء الله، يمكن سعد زي ما قلنا كان ثلاث اسابيع من اسبوعين ان هو يكون متواجد تدريجيا مع النادي الاهلي في التدريبات الجماعيه، فخلاص ان شاء الله سعد يعني 10 ايام او اقل من 10 ايام يدخل من جديد. محمد محمود عدى من الشهر يمكن 10 ايام كمان يا كابتن ميدو، فاضل له شهر ان شاء الله ويدخل من جديد مع التدريبات. وليد ازارو معمول له برنامج خاص مع طارق عبد العزيز اخصائي التاهيل، خلاص هانت يعني نقدر نقول يا كابتن ميدو كل اللعيبه اللي احنا افتقدناها بشكل كبير خلال الايام الماضيه على انطلاقه الموسم باذن الله تكون كل صفوف النادي الاهلي مكتمله، والنادي الاهلي يستعيد بطوله الدوري العام ومنها ان شاء الله الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي وهي البطوله الافريقيه. وليد ازارو بيعاني من حاجه معينه كريم؟ يعني كابتن ميدو يمكن سالنا وليد ازارو سليم مفيش حاجه، بس يمكن يعني واضح ان في برنامج او في خطه او في رؤيه فنيه من الكابتن محمد يوسف المدرب المدير الفني للنادي الاهلي في تجنيب وليد ازارو او تدريب وفردي في هذه المباراه، لان يمكن كمان يعني انا في اللحظات اللي كانت فيها القائمه لسه ما طلعتش كابتن ميدو مع ان لعيبه مشيت وكده، لكن لا المركز الاعلامي كالعاده صفحه النادي الاهلي اعلنت او كده، لكن واضح ان في هيكون في اختصار كبير جدا على اللاعبين. يعني انا اقدر اقول لك ان انا شفت اللعيبه يمكن 18 واحد بالعدد، اقدر اقول ان هم كانوا في الاتوبيس او في حافله النادي الاهلي اللي كانت متوجهه مباشره عقب انتهاء التدريب الى اسكندريه، يمكن ما خدتش وقت كبير لعيبه النادي الاهلي على طول مباشره من الغرف الى الحافله اللي هي التوجه الى الاسكندريه، لكن وليد ازارو برجع لك ثاني يمكن اعتقد ان هو سليم بشكل كبير جدا، ده اللي احنا سالنا منه كابتن ميدو عن حاله وليد ازارو، هل بيعاني من حاجه؟ هل في اي اجابه كده؟ لكن واضح بشكل كبير جدا ان هي رؤيه فنيه للكابتن محمد يوسف. انا عايز اقول لك يمكن القائمه اللي انا شفتها 18 لاعب اللي انا شفتهم مع النادي الاهلي او داخل حفله النادي الاهلي نظرا لعدم وجود القائمه حتى الان هذكرهم معاك سريعا، يعني كابتن ميدو، الشناوي، علي لطفي، حسام عاشور، حمدي فتحي، جونيور اجاييه، اليود يانج، جيرالدو، محمد مجدي قفشه، محمود وحيد، احمد فتحي، ايمن اشرف، عمرو السليه، حسين الشحات، رامي ربيعه، محمود متولي، ياسر ابراهيم، وصلاح محسن، واحمد الشيخ. دول ال 18 لاعب اللي تواجدوا في حفله النادي الاهلي متوجهه الى الاسكندريه استعدادا للمعسكر المغلق، وان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي. ده انا كابتن ميدو 18 لعيب بس حتى هذه اللحظه، يمكن ده اللي انا شفته وده اللي انا كتبته بايدي يا كابتن ميدو، لكن بقول لك رسميا لم يتم الاعلان حتى هذه اللحظه. اكيد هيطلع الاعلان من الموقع الرسمي للنادي الاهلي ان شاء الله نقوله بعد ما يطلع، احنا نبقى المعلومه اكيد، لكن من خلال تواجدنا ومتابعتنا الدقيقه للتدريبات ال 18 لاعب اللي ركبوا اتوبيس النادي الاهلي هم اللي انا ذكرتهم معاك كابتن ميدو. أكيد يعني كده وليد أزارو مش في القائمة الأفريقية، مش في القائمة اللي مسافر. في القائمة بجانب محمد هاني كمان، يمكن محمد هاني كمان مش في القائمة بالنسبة لي النادي الأهلي. هو هاني عندي خبر إن هو يعني كان بيكتفي بجلسة في الجيم بس. محمد هاني يمكن محمد هاني الوحيد اللي فعلاً عنده يعني نقدر نقول إجهاد، ويمكن بالفعل يمكن أمس كان في جلسة في الجيم، النهاردة كمان كان في جلسة في الجيم، مشاركش في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي، دي الحالة اللي إحنا
قدرنا ان احنا نتكلم مع صديق النادي الاهلي خالد محمود، ان احنا نعرف حاله محمد هاني. يمكن شاك ان هو من اجاد عام ما فيش اي حاجه، لكن الكل الحمد لله جاهز يا كابتن ميدو. الكل اي حد يكون متواجد بكره باذن الله، كل اللعيبه اللي هتكون متواجده في القائمه باذن الله تكون على قلب رجل واحد، ويقدروا يسعدوا جمهور النادي الاهلي غدا في مباراه الغد. اكيد ان شاء الله باذن الله كريم. شكرا جدا ليك على هذه التغطيه المميزه، ودايما مميز زميل عزيز كريم احمد كان من ارض الملعب بعد انتهاء المران. ولسه القائمه ما اعلنتش بشكل رسمي على الموقع الرسمي بتاعنا، ان شاء الله لما تعلن هنقولها لكم على طول. لكن كريم قال لنا 18 لعيب في عجاله كده، حتى انا ما لحقتش اكتب الاسماء، لكن ابرز ما في القائمه خروج وليد ازارو، كمان خروج محمد هاني. وليد ازارو فضل محمد يوسف راحته اكيد، يعني اعتقد ان هي ظاهره صحيه جدا ان انت تريح لعيب بقى عليه كلام كتير جدا، بقى عليه ضغط كتير جدا، هو بيضيع اهداف، ممكن هو كمان لعيب بيلوم نفسه بطريقه مش طبيعيه، اكيد حضراتكم عارفين. يعني مش عايز اقعد اتكلم على وليد ازارو كتير، هل هو لعيب مميز والدنيا مش ماشيه معاه، هل تواجده في ال 18 اضاعته للفرص، هل ده طبيعي جدا ان في لعيب بيتواجد بكل الفرص دي، هل اضاعته برضو الفرص ممكن يتمرن عليها، ممكن يحسن منها، هل هو في حاجه نفسيه جوه وليد ازارو برضو تفهم، لان من الصعب قوي انت تلاقي مهاجم بيتواجد في ال 18 بالطريقه دي او بيضيع اهداف بالطريقه دي، ومن الصعب قوي ان هو يضيع كل الفرص اللي بتجيله او كل 3 4 ماتشات مثلا يجيب جول. وليد ازارو لو بيحط من الفرص دي واحد من 100 اساسا يعني كان زمانه هداف العالم، بس مش عارف. عموما وليد ازارو اعتقد ان هو يبقى بره ال 18 خلاص، او بره القائمه اللي هتقابل فريق اطلع بره في مباراه الاياب ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه الغد، مباراه سهله نوعا ما. محمد يوسف عنده اريحيه كبيره جدا ان هو يعمل اي حاجه في هذه المباراه. لعيبه النادي الاهلي اعتقد ان هم يطلعوا الزعل بتاعهم والحزن بتاعهم، كمان الحزن الجماهيري كمان ان شاء الله بكره، يطلعوا كل الكلام ده في المباراه ويطلعوا بنتيجه او بسكور كبير باذن الله. خلينا خلاص نركز في البطوله الافريقيه، نركز في رجوعنا للدوري، مستنيين المدير الفني علشان نشوف اللمسات الفنيه على الفريق. محمد يوسف مدرب كبير كان ليه اسم كبير مع النادي الاهلي ولا زال ليه اسم كبير مع النادي الاهلي. محمد يوسف اخذ مع النادي الاهلي بطوله افريقيا، مدرب احترف في العديد من الدول العربيه، مدرب ليه اسمه وليه تاريخه، ان شاء الله موفق في هذه الفتره الحرجه جدا واللي تعدي بسرعه ان شاء الله هتعدي بسرعه. تعالوا ارجع للاخبار بسرعه. في عجاله محمد يوسف بيجتمع بلاعبي النادي الاهلي زي ما اتكلمت مع زميلي العزيز كريم احمد، اكيد اتكلم معاهم عن مباراه بيراميدز وان احنا ننساها خلاص بايجابياتها بسلبياتها باللي حصل، طلعنا من الكاس والحمد لله، نركز في الماتش بتاع بكره، عايزين نمتع الجماهير، عايزين نقول للناس ان احنا خلاص نسينا وطوينا صفحه الكاس، وان شاء الله نطلع من هذه المباراه بسكور. واكيد ده كان كلام محمد يوسف. محمد يوسف اتكلم مع احمد الشيخ برضو اثناء المران. احمد الشيخ من اللعيبه اللي حظها مش حلو شويه، ليه؟ المدرب اول ما بيجي بتلاقي احمد الشيخ بره، بياخد وقت عشان يدخل وعشان المدرب يقتنع بيه، اول ما المدرب بيقتنع بيه المدرب بيمشي. اعتقد ان احمد الشيخ لعيب برضو مميز ولعيب كبير، لعيب هداف، لعيب بيعرف يجيب جول، ان شاء الله يكون ليه بصمه في الفتره المقبله. محمد هاني زي ما قال كريم اعتقد برضو ان هو بره قائمة الغد. محمد هاني بيكتفي بجلسة في الجيم. كريم قال لي ان هو بيعاني من الإجهاد عكس وليد أزارو، بيعاني من الإجهاد النفسي الحد جدا. سعد سمير ومحمد محمود ومروان محسن اسماء كبيرة ان شاء الله يرجعوا لنا بسرعة، قال لنا محمد محمود فاضل له شهر، سعد سمير خلاص اسابيع، ومروان ان شاء الله يرجع بسرعة جدا. وأزارو بيكتفي بالمران البدني في المران المسائي. محمد يوسف زي ما قال كريم برضو غطينا هذا الخبر ان هو اكد شويه على الضربات الثابته او زود فيها شويه في نهايه المران. عندنا مجدي قفشه ما شاء الله بيشوط كويس جدا، عندنا حمدي فتحي بيشوط كويس جدا، عندنا الشيخ، عندنا جراودو، يعني لعيبه كتير. صلاح محسن، صلاح محسن لكل الناس دلوقتي بتنادي بصلاح محسن. صلاح محسن بصرف النظر عن وليد ازارو او مروان، صلاح محسن لعيب تقيل قوي، مروان محسن لعيب تقيل قوي، ازارو نفس الشيء. ان شاء الله الاحسن والافضل هو اللي يلعب. اعتقد ان لازم يستغل اي حد يستغل هذه الفتره احسن استغلال ان هو يقول ان ده بقى مكاني، وده مشروع جدا في الكوره، ان انا بشوف زميلي ما شاء الله بيبقى راكب، ما شاء الله هداف، ما شاء الله ما شاء الله، اول ما بيحصل حاجه انذارين اصابه انا بقول يا جماعه انا موجود ولا اقل اهميه عن زميلي، بل بالعكس المنافسه مشروعه والحفاظ على المكان مشروع جدا جدا جدا.
النهارده كلنا اتفاجئنا بوفاه المهاجم الغاني اجوجو. اجوجو عارفين ان هو كان نجم الزمالك، النهارده توفى ربنا يرحمه. 27 مباراه دوليه، اجوجو عنده 40 سنه. ربنا يرحمه، تعددت الاسباب والموت واحده، يعني الله يرحمه. نادي شيفيلد الانجليزي اعلن وفاه المهاجم الغاني جونيور اجوجو، لاعب نادي الزمالك المصري الاسبق عن عمر يناهز 40 عام. نادي شيفيلد قال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي على الانترنت، قال يحزن نادي شيفيلد يونايتد لعلمه بوفاه لاعبه او لاعب الفريق السابق جونيور اجوجو، تعازينا لعائلته واصدقائه في هذا الوقت الصعب جدا. ايضا في نفس السياق اندري ايو لاعب او قائد منتخب غانا بيقول ان اليوم ده من أسوأ ايام حياتي. ده قدامكم اجوجو اللاعب الزمالك السابق واللاعب اللي احترف في انديه انجليزيه، الله يرحمه. خبر يعني احنا ما في لعيب كوره بيحصل له اي حاجه احنا كلنا بنزعل، يعني حاجه طبيعيه جدا. واجوجو كان نجم هنا في الزمالك واحنا كلنا عارفينه كمصريين، اكيد كل المصريين زعلوا لهذا الخبر. نائب رئيس اللجنه، نطلع بره الخبر خلاص. نائب رئيس اللجنه الخماسيه بيكشف للشروق اجنده اجتماع يوم السبت. دكتور جمال محمد علي نائب رئيس اللجنه الخماسيه والمكلفه باداره اتحاد الكره كشف عن تفاصيل الاجتماع. دكتور محمد علي قدام حضراتكم، اكيد حضراتكم فاكرينه يعني كان مدير فني تولى العديد من الانديه او اداره العديد من الانديه، الاداره الفنيه يعني اقصد. كان بيقول النهارده او بيكشف عن شكل الاجتماع او بنود الاجتماع اللي ان شاء الله هتكون يوم السبت. كلنا كمصريين بنتمنى نجاح هذه اللجنة الخماسية المكونة من عمرو الجنايني رئيسا طبعا مع الاحتفاظ بالألقاب، وجمال محمد علي نائب الرئيس، أحمد عبد الله، محمد فضل صحر، عبد الحق في العضوية. قدام حضراتكم الخمس أسماء اللي بيقودوا دلوقتي اتحاد الكرة، كل التوفيق وكل التمنيات ليهم، لأن المهمة مش سهلة ومش مستحيلة. المهمة كلنا عايزين ان احنا نرتقي بكرة القدم المصرية، مش عايزين السلبيات اللي دايما متكررة ودايما عانينا منها كلنا كرياضيين بصرف النظر عن انتماءاتنا اهلاوية او زملكاوية او اسماعيلاوية ايا كان، لكن كلنا بنعاني من من الفشل الاداري في منظومة اتحاد الكرة. بنتمنى التوفيق وبنتمنى طبعا الصلاح للكرة المصرية وتكون للاحسن والاحسن ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا اسماء، في ناس قالوا نتمنى ان احنا نشوف على الاقل 4 مارسوا كرة القدم، لكن انا بختلف شويه، بختلف الموضوع يبقى متوازن. ممكن يكون حد ما لعبش كوره لكن يعني عنده رؤيه وعنده شايف حاجات مفيش حد شايفها، عنده رؤيه اللوائح ممكن يحط استراتيجيه نمشي عليها، وده المفروض. عايزين مشروع نمشي عليه، عايزين نقول يا جماعه احنا عندنا 3 سنين هنحقق فيهم 1 2 3 4، استنونا بعد 3 استنونا بعد 10 سنين، بس بعد كده نلاقي منتخب قوي، نلاقي منظومه تدير الكره القدم المصريه اللي يعني مش صغيره بالمره، بالعكس انت بتتكلم في دوله مصر يعني. فلازم يكون فيها اتحاد كره راقي، وان شاء الله يكونوا هذه اللجنه ان شاء الله تكون عند حسن ظننا لغايه الانتخابات. دكتور محمد علي قال ان شاء الله يكون في اجتماع يوم السبت المقبل بمقر اتحاد الكره لمناقشه عدد من القضايا، سيكون ترتيبها حسب المهام والاولويات المتعلقه بالفتره المقبله. قال سنقوم في اجتماع السبت المقبل بوضع اجنده تتضمن تعيين لجنه متخصصه لتعديل لوائح اتحاد الكره. عايزين نعدل وما نرجعش ايه؟ يعني ما نرجعش بقى نشيل ونحط تاني. تعديل شروط الترشح للانتخابات المقبله بحيث تتماشى وفقا للوائح الفيفا. ماشي. ومن خلاله تقوم اللجنه بارسال التعديلات الجديده للاتحاد الدولي لمعرفه مدى توافقها مع اللوائح الخاصه بالفيفا. كلام جميل، عايزين بقى الكلام الجميل ده نطبقه على ارض الواقع. وعايزين كنت بتكلم امبارح برضو مع ضيوفنا الكرام، بنتكلم ان اتحاد الكره بياخد قرارات ودايما بتتعدل لحسب الاهواء، مش عايزين الكلام ده خالص، مش عايزين نشوفه. حتى احنا كاهلاويه اهو بقول لكم احنا مش عايزين نشوف الكلام ده، دايما الاهلي، دايما الاهلي بيقول يا جماعه المصلحه العامه فوق اي حد، واحنا كمان كاهلاويه بنقول الاهلي فوق الجميع. طبعا الكلمه دي معروفه للناس اللي بتفكر يعني. تمام. اللجنه الخماسيه لاداره اتحاد الكره بتقرر تطبيق تقنيه الفار او الفي اي ار في الدوري. برضو هنطبق الفار مش هنطبق الفار، هنبعت للاتحاد الدولي علشان نشوف الدنيا فيها ايه. الاتحاد الدولي
هيوافق مش هيوافق، الاتحاد الدولي قال الموضوع صعب. اقول لكم نص الخبر بعد ما اقول لكم القائمه الافريقيه او القائمه المسافره بكره ان شاء الله لمباراه الاياب مع فريق اطلع بره بطل السودان. محمد الشناوي على اللطفي ومحمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، ايمن اشرف، حسين الشحات، وديانج، وعمرو السليه، ومجدي قفشه، واحمد الشيخ، احمد فتحي، حسام عاشور، صلاح، محسن جراودو، وجونيور اجي. هقولها لكم مره تانية، محمد الشناوي وعلي لطفي في حراس المرمى، محمود وحيد ومتولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، ايمن اشرف، حسين الشحات، ديانج، وعمرو السليه. دي الاسماء اللي بقول لحضراتكم، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، واحمد فتحي، حسام عاشور، صلاح محسن، وجيراودو، وجونيور اجي. زي ما قلت لحضراتكم ده اللي طلع من الكابتن محمد يوسف وليد ازارو، ومحمد هاني مش في هذه القائمه. معاك جدا يا يوسف، راحة وليد ازارو لازم يريح، ولازم الراجل يعني يتخلص من الضغوط، واحنا كاهلاويه كلنا عايزين المهاجم بتاعنا يجيب مليون جون، فلازم هو يكون كمان عنده قوه تحمل للانتقادات لانه بيضيع جوان كتير، لكن ان هو يتواجد دي برده مش اي مهاجم يقدر يعملها. انا محتفظ برايي ومصمم عليه جدا. عموما الاتحاد الكوره بيقول عايزين نطبق تقنيه الفار، طبعا التقنيه دي طبعا هتفيدنا كتير جدا وهتقلل الكلام وهتقلل اللي احنا بنشوفه عموما وبنعاني منه يعني، وهتريح كمان الحكام. بعتوا الاتحاد الدولي، الاتحاد الدولي بيقول الموضوع هيبقى يعني صعب شويه لكن ان شاء الله يكون في اطار التطبيق. ده ملخص الخبر. تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس مصر 48 ساعة ونقلها لملعب بتروسبورت. أنا هقول لكم بسرعة بقى الأخبار عشان إحنا يعني ما ناخدش من وقت ضيفنا. ودي صابر بيحذر بيراميدز من ريمونتادا إتول في الكونفدرالية. دايما المدربين الكبار قدام حضراتكم، مدرب كبير كنا حذرنا منه قبل مباراة بيراميدز، مدرب كبير ليه شكل فني بيعرف يتعامل في المباريات الصعبة، واعتقد ان هو اتعامل في مباراه الاهلي بشكل كبير جدا وشكل كويس جدا. واحنا كان طبعا برضو لازم اقول برضو جزء التحكيم مع الاخفاق بتاعنا ان شاء الله ما تتكررش هذه الامور، لكن مدرب لازم نشيد بيه من الناحيه الفنيه، مدرب عنده خبرات كبيره جدا، مدرب بتقول ان الفريق ده ليه مدرب وليه شكل فني. حذر لعيبته من مباراه او ريمونتادا ايتول اللي كانوا كسبوها 4-1 في مباراه الذهاب، لازم يحذر لعيبه ان المباراه التمهيديه بتكون صعبه جدا والنتائج فيها مش مضمونه. اتحاد الكرة بيكشف موعد وملعب نهائي كأس مصر. عامر حسين رئيس لجنة المسابقات أعلن موعد نهائي كأس مصر، قال من المقرر إقامته يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد التنسيق مع شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي. اتفاق عامر حسين مع شوقي غريب على إقامة مباراة نهائي كأس يوم 5 سبتمبر على أن يخوض المنتخب الأولمبي مباراة ودية مع السعودية يوم 7 و10 من نفس الشهر. كمان قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة نهائي كأس مصر على استاد الجيش بمدينة برج العرب، استاد الجيش بمدينة برج العرب بعد الحصول على الموافقة الأمنية. الزمالك مع مصر المقصة في دور ربع النهائي من كأس مصر، بينما يواجه بيراميدز حرس الحدود، واكيد الكسبان منهم هيلعب في المباراه النهائيه. كل التوفيق ان هذه المسابقه تخرج بشكل كويس، ان شاء الله ما يكونش فيه غلطات تحكيميه، لان الاهلي ممكن يسكت بشكله بادبه باحترامه، يعني بيروح للطرق القانونيه والطرق المشروعه، لكن غيرنا يا جماعه مش هيسكت وانتم طبعا عارفين، فخلي بالكم. بتكلم في العموم برضو. إعفاء لاعبي المنتخب المصري الفائز بمونديال كرة اليد من المصاريف الدراسية. أقل حاجة ممكن نقدمها ليهم كدولة إن احنا نعفي هؤلاء الرجال الذهب، رجال الذهب كانوا منورنا ومشرفينا امبارح أبطال كأس العالم في كرة اليد. إعفائهم من المصاريف الدراسية سواء بقى يعني في لسه بيدرسوا في جامعات، يعني كان أعتقد إن هو خبر كويس وخبر مهم جدا. تعالوا هقول لكم بسرعة أخبار دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب. هانيا بتحصد ذهبية 200 متر حرة بسباحة الألعاب الأفريقية، وعيساوي يحقق فضية 100 متر صدر بسباحة الألعاب الأفريقية، ومحمد كوطة ببرونزية تجديف في دورة الألعاب الأفريقية، فريدة عثمان بتحصد ذهبية 50 متر فراشة ما شاء الله وتحقق رقما أفريقيا جديدا ما شاء الله، عبد الرحمن بيحصد ذهبية 50 متر فراشة وخلف الله فضيه، مريم عبد اللطيف بتحصد برونزيه التجديف في دوره الالعاب الافريقيه، والقماش يحصد ذهبيه 200 متر حره والشماع برونزيه. ساره سليمان
تحصد برونزية 100 متر صدر سباحة بالألعاب الأفريقية، وعبد الخالق البنا بيتوج بفضية التجديف، ودارين حجازي بتتوج بفضية التجديف بدورة الألعاب الأفريقية، والريشة الطائرة تكتسح ريتريا بنتيجة 5-0. قدام حضراتكم صور كده بسرعة للنجوم والنجمات اللي خدوا ميداليات ذهبية. يا رب يا رب دايما في تقدم. شفنا منتخبنا عمل إنجاز تاريخي، كأس عالم ما شاء الله ما شاء الله، ربنا يحميهم. شباب زي الفل وزي الورد، وكانوا امبارح منورين قناة الأهلي، وكنت بتكلم يعني مع برجاوي مخرجنا الجميل بيتكلم عن جمال الحلقة وعن جمال هؤلاء الأبطال. إن شاء الله دايما مصر كده ولادة، وإن شاء الله يكون عندنا بس إدارة وإدارة فنية في المنتخبات، هتلاقوا حاجات أحسن من كده كمان بكتير. تعالوا نروح لأخبارنا الفنية، والمحمدي بيجدد عقده في أستون فيلا. نجم كبير محمدي، مع إني عليه علامة استفهام بالنسبة لي في منتخب مصر وطريقة، يعني مش عايزين نفتكر بقى. مبروك يا محمدي، وإن شاء الله تبقى واجهة دايما مشرفة لمصر. محمدي بيقول سعيد لتمديد عقدي مع أستون فيلا، إن شاء الله يكون لصيف، أعتقد لصيف 21. رقم مميز بينتظر محمدي في مباراة أستون فيلا ضد إيفرتون. محمد صلاح بيقول بحب الكشري ومكة خلفية تليفوني. محمد صلاح النجم المصري الكبير، فخر المصريين وفخر العرب كلهم، بيقول بحب الكشري. ده كان تصريحات لشبكة CNN، بيقول بحب الكشري ومكة خلفية تليفون. ربنا خلى لك مكة، دخلت قلوبنا كلنا بلقطتها اللي بنشوفها دايما في المباريات وفي تتويج محمد صلاح دي أثناء لقائه مع CNN وحديثه التلفزيوني. تريزيجيه بيشارك في تدريبات أستون فيلا قبل مواجهة إيفرتون، طبعا نجم كبير، نتمنى له التوفيق تريزيجيه. مدرب أستون فيلا بيستشهد بصلاح للدفاع عن مهاجمه. أنا بسرعة بقول لكم الأخبار علشان يعني وقتنا، وضيفنا أحمد فوزي ما تأخرش عليه. إيرلاندو بيتحدث عن الخصومة مع ميسي ويدعوه لتناول العشاء سويا. يعني دول نوصفهم ازاي؟ ممكن توصفوهم زي ما انتم عايزين، اي كلام فيهم يعني مش هيديهم حقهم. كل واحد نجم كبير جدا، بينه وبين اللي تحتيهم مسافات كبيره قوي، لكن ده شكل وده شكل، ده متعه وده متعه. ميسي فيه كل المتعه، كريستيانو الراجل اللي هو بيخلص الدنيا على طول، يعني ميسي استمتاع وجوال كل حاجه. المقارنه بالنسبه لي ممكن تروح لميسي شويه، لكن كريستيانو لعيب عظيم وميسي لعيب عظيم. ان شاء الله يعني هنشوف بعد كده النجوم دي فين، ربنا يدينا ويديك طول العمر. هداف اليوفي قال عن طبيعه المنافسه اللي دايما بينه وبين ليولين ميسي قائد برشلونه. قال في تصريحات لقناه تي في اي البرتغاليه، انا معجب كتير جدا بمسيرته حتى الان، وهو دائما يقول انه يقدر المنافسه التي تجمعنا. ده كريستيانو رونالدو، وصرح سابقا انه تاثر بعد مغادرته الدوري الاسباني. فعلا تحس ان الدوري الاسباني كده فقد كتير جدا من رونقه. كفايه اخبار، نطلع فاصل عشان نستقبل النجم احمد فوزي نجم الاهلي. اهلا بحضراتكم من جديد، نورني وشرفني النجم احمد فوزي نجم الاهلي السابق، منور الدنيا كابتن كالعاده. الله يكرمك، ده نورك يا كابتن ميدو، ربنا يعزك. الحمد لله زي الفل، زي الفل. طمنا عليك، فين دلوقتي؟ الحمد لله، انا دلوقتي في شارع الدخان، مدرب حراس مرمى مع كابتن علاء ابراهيم مدير فني. يعني الحمد لله ماشيه الدنيا، وربنا المستعان بقى ان شاء الله، هنحاول نصعد الفرقه ان شاء الله. بس كنت بقول لك الشارع الدخان كان ليها عشان كان ليها عشان نورنا طبعا، وكان على طول بتنافس في الصعود دوري ممتاز، ولكن على نقطه او على ماتش على كل حاجه. ده ساعات التعادل بيفرق معاهم في المواجهات المباشره، يعني في سنه من السنين كان اللي صعد فيها تقريبا اعتقد ده كتير، دمنهور كان الماتش على كان على ماتش التعادل راح جاي، فيعني نصيبهم. بس ناويين؟ بيقولوا ناويين. انت شايف ايه؟ لا ان شاء الله، انا الفرقه كويسه ومحترمه ان شاء الله، ان شاء الله حاجه كويسه يعني. اكيد هي الاداره بتبقى يعني باين نواياها بالظبط، انا عايز ولا مش عايز، بالظبط بالظبط، بوفر ولا مش بوفر. بوفر يبقى عايز اصعد، ما بوفرش يبقى الدنيا بالنسبه لي مش في دماغي. تمام، عندنا ملفات كتير جدا، اتفضل. عايز
تبدا من ايه؟ عندنا اتحاد كوره، عندنا خروج اهلي ومن كاس مصر، مباراه اهلي وبيراميدز شفتها ازاي؟ الاهلي كان يستحق الخساره. ممكن نقول الحكم، او بلاش الحكم، يعني الاخطاء التحكيميه اثرت في نتيجه اللقاء بشكل كبير. قول لي نبدا، انت عايز تبتدي منين وانا معاك؟ قول لي، خلينا في مباراه الاهلي وبيراميدز. مباراه الاهلي لسه انا يعني متاثر بيها لسه. يعني انا شايف انه فنيا احنا كنا احسن بكتير، خاصه الشوط الاولاني. سيبك من بعد الثلث ساعه اللي اتطرد فيها من اشرف، أكيد. يعني يمكن في الشوط الاولاني احنا كنا كويسين جدا، الاستحواذ كان اكتر بكتير، ضيعنا فرص مؤثره جدا. اعتقد ان في ضربتين جزاء، بص عشان من مش هنقدر نغفل الحكم. لا لا عادي، مش يعني يعني مش هنقدر نغفل الحكم، لان كابتن جهاد على عيننا وعلى راسنا، واحسن حكم في مصر ومن حكام القمه في افريقيا وكل حاجه، ولكن هو بيمر بحاله من اللا توفيق. ليه بقى؟ لا ما هو اللا يعني توفيق، ممكن نقول ما ليها اسبابك. ساعات واحد لما يعني بيتخبط خبطه بيدلدل ما بيفوقش. طيب. هو يمكن اتخبط الخبطه بتاعت ماتش الترجي والوداد وتوقف ورجع بعد الاعتذار وبعد التظلم، رجع حكم تاني في افريقيا، ورجع بعد ما حكم في افريقيا وبعد ما اتمنع من كاس عالم سيدات، رجع حكم في افريقيا وبعدين خد اول مباراه صعبه وقويه. كان لازم اول مباراه دي ما ياخدهاش كابتن جهاد جريش. ليه؟ لان هو في حاله من عدم الاتزان، من عدم التوفيق، اجيبه في ماتش زي ده، ماتش مهم، وانت عندك فيدباك ما بين الاهلي والبيراميدز، فيدباك يعني في مشاحنات شويه، ماتشين قبل كده بيراميدز يكسبهم مننا باخطاء من الحكام، برضه اجيبه؟ الغريبه بقى ان الثلاث اخطاء في المباراه المؤثرين كانوا على النادي الاهلي. بالظبط، ودي عليها علامه استفهام كبيره جدا. بالظبط، ماذا يعني هذا؟ يعني ايه القصه فيها؟ نرجع نسيب الحكم شويه ونرجع للاهلي في المباراه. اعتقد عملنا جيم كويس جدا جدا، كان يعبنا التهديف، وده اعتقد حاجه مستمره معانا. هكلمك عن وليد ازارو تحديدا. تمام، يعني انت عايز تقول ايه؟ بس عايز تقول ايه؟ انا اقول لك وليد ازارو. لا انا اكلمك بس بعد ما تخلص. طيب. كلامك. ممكن اقول ان الاهلي افتقد لانهاء الهجمات، الترابط كان كويس جدا 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 لحد ما حمدي فتحي خرج من الملعب. تاني، الفرقة كانت ماشية كويس جدا 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 لحد حمدي فتحي خرج من الملعب. مشكلتنا كانت ان احنا بنهاجم بطرفين واتنين قدام ما كانوش بيساعدوا في الناحية الدفاعية. كان بيغطي الدور ده كله حمدي فتحي وعمرو السولية، ولكن بدرجات متفاوتة. يعني ممكن اقول عمرو السولية 30% و70% حمدي فتحي. لما خرج بعد ما اتغلبت او بعد ما دخل فيها الجون، اخرج حمدي فتحي عشان احاول اعوض، فانا سبت نص الملعب. عشان كده يمكن في اخر 25 دقيقه هم امتلكوا الكره اكتر مننا، راحوا علينا بهجمات اخطر. مع طرد ايمن كده طبعا، مع طرد ايمن انا معاك، ولكن انا بتكلم حتى وجود ايمن، في وجود ايمن طالما هم امتلكوا خط المنتصف هتبقى كرتهم اخطر علينا، وده اللي حصل في اخر ثلث ساعه. طبعا طرد ايمن اشرف فرق معاهم وكل حاجه، ولكن احنا كنا ممكن برضو ارجع اقول تاني، الدقيقه 48 كنا ممكن نتقدم 1-0 لو البيلن بتاع الشحات خصوصا اتحسب، واعتقد لو كنا تقدمنا ما كناش هنتعادل. انت شايف انها صعبه؟ سهله جدا. طب يعني سهله جدا على ده، سهله جدا على الخامس. على الخامس ده انا بتكلم يعني فيه. ممكن جهاد جريش واحد يعدي من قدامه ما يشوفهاش، انما الخامس ده تحت رجليه. يعني الخامس ده غريب برضو. بالظبط، انا بتكلم على الحكم الخامس، هو ليه حق التدخل بقوه خصوصا في منطقته. انت ده سأله. انت دي منطقتك. ده ساله جريش، ساله قال له انت شايفها ايه؟ قال له انت شايف ايه؟ قال له انا مش شايفها بلي. قال له خلاص مش بلي. يعني هو ساله والتاني مشي مع رايه، مع ان الطبيعي ان لما جريش يسال كابتن طارق سامي، كابتن طارق سامي يديله يقول له لا، يقول له لا، يقول له او لا، او لا يعني لا ده قال له لا، فجع له كمان في الراي. فانا شايف ان الموضوع يعني انا شايف انه سهل. ده ممكن اللاين مان كان حسبها لو عايزين يحسبوها، اللاين مان لانه في نفس اتجاه الكوره والخبطه قدامه كان ممكن هو اللي حسبها. طب انا اقول لك على حاجه بصراحه يا كابتن احمد. اتفضل. انا عن نفسي دايما بستبعد التعمد. تمام، وانا معاك. افسرها بايه؟ تلويش. هو مش يعني هو مش موافق، انما انا ما اقدرش اقول ان هو متعمد، وما اقدرش. خلي بالك كابتن جهاد من الحكام المميزه، انا قلت الكلام ده امبارح، وذمته يعني ذمته محترمه جدا جدا جدا، وانسان فوق الوصف بصراحه، عشان نقول ليه ولا عليه. والله تمام، انا قلت شخصيه كويسه جدا، ولكن هو
كان في مرحله من عدم الاتزان، وانا شايف ان الخطا في التعيين جاي من اتحاد الكوره. هو في برضو حاجه انا قلتها له امبارح، يعني كابتن جهاد جريشه في شخصيات حكام كده اللي هو انا اخطات وانا عارف بس انا متكبر. بس هو بيقول ان هو اعتذر، انا ما اعرفش الصراحه. لا انا بتكلم على الماتش. في اثناء الماتش في اثناء المباراه. يعني في حكام، ما اعرفش ده صح ولا غلط بصراحه، في حكام لما يحس ان هو ظلمك ظلم باين في ضربه جزاء بيساعدك واحده ثانيه. مش صح. انا ما اعرفش ده صح ولا مش غلط. مش صح. هقول لك حاجه، يعني معالجه الظلم بظلم اخر يبقى انت ظلمت. هو مش ظلم يعني سنة. مثلا ايه، انا هقولها لك، انا هقولها لك بشكل يعني صريح جدا. في كره تحتمل ضربه جزاء وما تحتملش ضربه جزاء. لو انا مش ظلمك مش هديها لك. لو انا ظلمك هديها لك وتتحسب. لكن لو انا مش ظلمك في الطبيعي لا، انا ممكن اعديها يعني. لا لو بص، لو 50% 50%. انا قصدي كده. كده كده 50% 50% للمهاجم. انا قصدي كده. يعني 50% 50% للمهاجم تتحسب ضربه جزاء من غير اي كلام. لا انا ما بظلمش. انما تتلكك على حاجه مش ضربه جزاء وتحسبها. تمام. يبقى انت كده عالجت الخطا بخطا اكبر. الظلم بظلم. الظلم بظلم. بدل ما بتظلم فرقه انت ظلمت الاثنين. بالظبط. تمام. بالظبط. انما انا شايف ان من الاول كان تعيينه خطا، وكان لازم حتى يعني لازم يبقى فيه وقفه. لا مش جهاد اللي يجي الماتش ده. اي حد تاني، ما انت عندك حكام جامده كتير. انت يوم ما جيت تلعب اهلي وزمالك ماتش، جبت محمد الحنفي. ما جبتش محمد الحنفي ليه؟ ما جبتش ابراهيم نور الدين ليه؟ بقى الناس هتتكلم وتقول بس الراجل لسه خارج من كاس افريقيا، صح؟ ولعب ماتشين. ما جبتش طارق سامي ليه؟ ما جبتش محمد معروف ليه؟ انت جبت واحد عليه مشاكل وهو في فتره من عدم الالتزام بقى له اكثر من 3 شهور. صح. فانا شايف ان الخطا الاول في اختيار كابتن جهاد جريشه مع عدم القاء اللوم عليه، عشان انا ما بظلموش. انا بتكلم ان اللي اختاره هو اللي غلطان. والكره كانت سهله جدا. لا لا ده في واحده اسهل منها. بص اللي ارتدت من ايد المهاجم اللي هو الافريقي عبده لمالا ده ما تتحسبش. ليه؟ لان انت دلوقتي هو المسافه ما تلحقش يغير من اتجاه ايده. في واحده جت في ايد احمد ايمن منصور وهو مطلع ايده بره جسمه ومرمي بيتزحلق كده وايده وراه، دي لازم تتحسب لان جسمه تضخم. في التحكيم جسمه تضخم. يعني هو لو حاطط ايده قدامه او ورا ظهره ماشي، انما طالما طلع ايده بره جسمه تضخم تتحس بضرب الجزاء. وبرده ارجع اقول لك اللاين مان يحسبها، ولا اللاين مان حسبها ولا كابتن جهاد حسبها. بالظبط. تمام. الثانيه بتاعت حسين الشحات. فيعني كفايه كلام على الحكام كده. عانينا احنا من الحكام السنه دي. ايوه عانينا من حكام. عانينا طول أفريقيا السنه. افريقيا كمان. لا بكاري بقى ربنا يسامحه. عانينا يعني ظلم بين. يعني بكاري ربنا يسامحه وان شاء الله بكاري ده يعني في حته ثانيه، مش عايزين نقول وراح فين يعني، بس ربنا يستر. لا انا كنت بقول بكاري كان ناقص طلع لسانه. لا وبعدين بكاري صايع، يعني صايع بلغه التحكيم بيحجمك. لا هو في الاخر كان بيقول لنا انا هخسركم هخسركم. لا ويحجمك انت تبقى رايح مثلا بهجمه مرتده كابتن جهاد عملها. كابتن جهاد عملها الماتش اللي فات في الدقيقه 4 من الوقت بدل الضايع، كوره فاول لمحمد هاني. رجع اللعب في نص الملعب والكوره راحت عند الطرف هناك اعتقد كان اجاييه، راحت ده 30 متر راح مرجع الكوره، مع ان الكوره دي كانت ممكن تبقى هجمه خطره تنذر بهدف. فهو برده في حاجه غريبه. هو زي ما انت قلت تعبير حلو قوي، ملوش. بالظبط ملوش. مش ماشيه معاه. ملوش دي يا جماعه يعني بلغه الكوره يعني ما فيهاش حاجه يعني. لا مش شتيمه ولا حاجه. طيب تعالى اكلمك على ازار، لان ازار انا شخصيا كواحد كنت بلعب راس حربه انا بحب قوي اللعيب اللي متواجد كتير قوي قدام الجون، واكيد انت عارف طبعا. تمام. وانا معاك. مقلق جدا بالنسبه لك انت كمان حارس مرمى. جدا. لان هو هي مثلا هيضيع 3 هيجيب واحده. تمام. هيضيع ازارو بيضيع بيروح كتير قوي. تمام. يعني شايف ازاي ازار؟ انا شايفه ازاي، انا كحارس مرمى اقول لك ازارو من المدربين من السترايكرز الجامدين جدا. ليه؟ سريع قوي متحرك بيوصل كتير. جميل. انت عايز ايه من السترايكر اكتر بقى من بعد كده؟ التهديف. يعني تخيل ازارو ده لو بيهدف يلعب احسن ده يلعب في لا يلعب في مانشستر. والله يلعب في برشلونه ولا في نادي كبير بجد. لو بيهدف نادي كبير عالميا يعني. لا لو تهديف عالي هيروح فرقه عالميه. بالظبط. تمام. مشكله ازارو ان فتره تكوينه كانت في النادي الاهلي. احنا عايزين واحد يعني ازارو مكون مكون اوريدي يجي يخلص لك يجي يحط لك، انما ازارو في مرحله التكوين مرحلة الهدوء على الجون، هو اكتف قوي قوي قوي. اول ما بيوصل للجون بيلعب، انت عارف ايه؟
بيباص او بيشوط بنفس القوه. طب مش ده شغل مدرب يا كابتن؟ ده شغل مدرب دي انا معاك فيها. وبعدين عدى على ثلاث مدربين احسن من بعض بجد والله. هلا دي حقيقه انا معاك. ولو مش شغله مدير فني شغله مساعد مدير فني. اصل انا دايما جماهير النادي الاهلي انا دايما لا مختلف. انا بصراحه انا مع وليد ازارو جدا بس بشروط تمام. بشروط يعني دايما الجماهير اول ما يسمعوا ان انا مع وليد ازارو يزعلوا. هم دلوقتي هو برضو. لكن انا بتكلم في ايه؟ بتكلم زي ما الكابتن قال يعني كابتن احمد جول وجون كبير كمان يعرف يعني ايه وليد ازارو او النوعيه بتاعت وليد ازارو. تمام. مقلق ان هو يروح لك عند الجون. مش اي حد يروح يا كابتن. لا مش اي حد بيروح. مش اي حد بيتمركز كده. مش اي حد سريع. مش اي حد رخم. بس ان انا احط جون سهل ان انا اعملها مع مدرب. بس هي السهل السهوله في ايه؟ عايز حد يهديه. بالظبط. عايز حد يعني يشده بقى اللي هو ايه انت اكتف في كل حاجه 100% في الملعب. اكتف في جري واكتف في سبرنت واكتف في قطع واكتف في ضغط واكتف في ضغط. انما المفروض بقى اجي عند الجون ابقى هادي. المهاجم اللي مش هادي عند الجون مش هيعرف يحرز. هو بيلعب بنفس الاكتيفيتي اللي عنده الريتم. ونفس الريتم هو بتاعه. هو لازم يفرق على الجون. هو لازم يجي لحد الجون يعني عكس اجاي. اجاي قدام الجون باري تلجة. هو المفروض كده. هو الطبيعي بقى عارف لو ازارو عنده شويه البرود دول بتوع اجاي هيبقى حاجه تانية خالص. شغل حاجه من الاثنين. مدرب وشغل تخصصي كتير جدا. يا تصبر على ازارو وتجيب له واحد شغل تخصصي يا اما تجيب واحد جاهز بس مش هيبقى نفس مش هيبقى بقوه ازارو. هتبقى يا خلي بالك ازارو في 4-3-3 بيعمل لك حاجه مهمه جدا. ساعات كتير جدا بينزل يدافع مكان حسين الشحات او رمضان او بيدافع على السرد باكين. وساعات بينزل نص الملعب يقطع. دي مش شغلانته. ولكن هو عشان عنده باور وعنده قوه وعنده روح. خلي بالك النقط دي ممكن ما تبقاش موجوده كتير في سترايكر. مفيش مهاجم يا كابتن هتشوفه ضيع كميه الفرص اللي ضيعها ازارو لانه متواجد. يعني ممكن هو كمان مش بيلعب بفطره. بيلعب بالفطره. في لعيب يعني علي معلول لعيب ذكي جدا. هو بيظهر في الوقت المفروض يظهر فيه بس كده. بس لكن ازارو بيظهر في كل حاجه وعايز يظهر في كل مناسبه. وهضيع وهضيع تاني وهضيع تالت. ما عندوش الذكاء اللي هو النسبي في الملعب. ان انا وانا معاك. ودي حاجه خلي بالك دي حاجه حلوه. انا بحبها حاجه حلوه جدا. انا بحبها ليه؟ لانه ما بيطلعش نفسه بره اللعب. بالظبط. وحتى لما بيضيع بيحاول تاني. واحنا قلنا قبل كده لما الاسترايكر يروح 4 مرات على الجون يبقى سترايكر 10/10. يضيع يجيب. لما يضيع دلوقتي هيجيب بعد كده. بس نرجع لنقطه مهمه. المؤثرات لازارو طلعتنا من 3 بطولات. انا معاك جدا. يعني واحده في البطوله العربيه انفراد من نص الملعب استلمها على صدره ووقفها وراح وجه عند الجون واتلخفت. اثنين في بطوله افريقيا اللي فاتت. مش ماتش سان داونز اللي قبله. لا بالظبط. كانوا ممكن يخلصوا البطوله لصالحنا. في ماتش اللي فات دون واحده سهله قوي اللي عملها بسن رجليه من جنب الشناوي. لو استنى او رقص الشناوي كده الشناوي جاي له مترقص لوحده. كان ممكن عشان كده الريتم بقول لك لو هو بس خد تدريبات يا كابتن. أيوة. تدريبات تخصصيه لكن هتكسب مهاجم كبير قوي. انا معاك بس هل تعتقد ان النادي هيصبر عليه؟ لا احنا انا نفسي مش طبعا لانه لان زي ما بقول لحضرتك كده عكس تريكا. تريكا كان ممكن ما تلاقوهوش موجود طول السنه بس في ماتشات البطوله موجود. يجيب لك جون ويخلصك. موجود. ربنا يعني ربنا بيديها له. موجود. ازارو بقى عكس تماما. في المؤثرات بيضيع. ممكن يجيب في الحاجات اللي هي الماتشات اللي هي مش مهمه. دي شخصيه. دي ده مدرب بالزبط. لازم يقول له انا شايلك. انا معاك. انا شايلك انزل اعمل اللي انت عايزه. انا شايلك ومالكش دعوه. انا معاك. وتتحسب على المدربين اللي كانوا متواجدين. بالظبط. تتحسب على الثلاثه اللي عاصروه. يعني مش تتحسب على ازارو لوحده. لا تتحسب على الثلاث مدربين على التوالي. لان كل واحد فيهم لو كان زود من ازارو 15% ولا 10% كان ازارو دلوقتي بقى 80%. بالظبط. وعندنا ثلاث مهاجمين اي مدرب يتمناه. دي عندنا حقيقة. مروان دي حقيقة. عندنا صلاح محسن. كل واحد عندنا ازارو. وكل واحد ليه ستايله. الثلاثه مش ستايل واحد. بالظبط. يعني في واحد تارجت مروان ده تارجت تلعب عليه وينزل لك يحط اللي جاي يمين وشمال. بالزبط. ويلعب بالزبط. اللي جاي في وشه. صلاح محسن اديله في الفاضي وخليه يقطع. ازارو لعيب كبير برضه بيخبط ويضرب. يعني انت عارف لو الاهلي بيلعب براسين حربه يا لهوي الراس الحربه اللي مع ازارو هيبقى هداف العالم. هيبقى هداف العالم. هيوصل كل بص كل كره هتقع له هيحطها. هتقع له هيحطها. بس طبعا دي ازارو ممكن يعني ممكن اي حد يستغله. انت تعرف ان ازارو كمان ممكن يستغل كجناح. ممكن انا عندي سرعات ليه. وان انا اهدي بقى شويه ان هو يبقى يروح للجون. ان هو يحط جوان يحط الاسيستات للعيبه. يعني ازارو لو لعب 7 أو 11 بالزبط. هيبقى كويس قوي قوي قوي. وخاصه لو بتلعب باك ليفت او باك رايت بطيء. بالظبط. ازارو هيفيدك جدا 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 طبعًا. في الحته دي طبعا طبعا. وهتصيط الراجل اللي بيلعب جنبه الاسترايكر اللي بيلعب جنبه لانه كل شويه هيلاقي نفسه هو جوه.
حاجات كثيره جدا، لكن هو بصراحه انتوا ليكوا حق تزعلوا منه وانا زعلان جدا كمان منه، لكن هو برضو عنده كام سنه زي انت قلت حاجه مهمه جدا، هو في مرحله التكوين، هو بمرحله التكوين يعني احنا جايبينه اللي هو لسه تعالى يلا طارق من الدار للنار. بالظبط انا معاك، بقيت في قلب نادي ما بيهزرش. ما أنا وبعدين خلي بالك انت جايبه من الدفاع الحسن الجديدي، فرقه الخامس او السادس او السابع في الدوري المغربي. صح، لما يتنقل نقلة النادي الاهلي لازم فرمطه في الدماغ يا جماعه، لا يا ازارو لازم تعرف ان النادي الاهلي بيحاسب بالهدف، بيحاسب بالجون، الجماهير مش هتسيبك، لازم حد يفهمه حاجه زي كده. بس يا كابتن انا دايما ادي للعيب كل حاجه وبعد كده حاسبه. تمام، انا ادي له كل حاجه، انا ادي له تدريبات، ادي له شخصيه، انقل له شخصيه، انا اخليه انت خليني انا الحيطه بتاعتك. تمام، انا هرد عنك وانا اعمل عنك ويعني اشيل كل حاجه، اشيل كل الضغوط عليك، هلاقيك اكيد هلاقيك لان انت فيك اصلا. اكيد عارف مين اللي عمل كده معاه؟ كابتن حسام البدري. اول ما جه ازارو كان ما كانش شايف خالص، كابتن حسام قعد يديله ماتش واثنين وثلاثه واتكلم، انا بتكلم بالامانه مع يعني كل اللي حصل، انما انا بتكلم بالامانه، كابتن حسام خلى ازارو حاجه ثانيه مع المدربين الجداد، اثروا يا خالص عشان بس نقول الحقيقه. كابتن حسام مع نيدفيد، مع نيدفيد كان يعني الدنيا كلها قلنا هو الوحيد اللي مصمم عليه وفعلا اثبت دلوقتي ان هو حاجه ثانيه. فيعني هي بس مرحله ايه، انا شايف ان ازارو في مرحله برضو صعبه شويه، وحاجه من الاثنين، يا هو يطلع نفسه يا اما هيدفن نفسه. لا لازم حد يمدله ايده يا كابتن. ما هو حد يمدله ايده لازم يكون من الجهاز الجديد. اي طبعا الجهاز فني بس طبعاً. الجهاز الجديد هو الجهاز الفني اللي دايما بيبقى معاصر لعيبه وعارف يعني لازم. اصل انا بصراحه اللعيبه دي بزعل عليها لانها لعيبه مش كتير. الخامه كويسه، الخامه كويسه جدا. انا بقول لك يعني انا دايما بقول للجماهير والمشاهدين، طبعا انت عارف الجماهير دلوقتي بقى عندهم الثقافه الكرويه اكيد طبعا، فهم بيفهموا الكلام بسرعه جدا. اي مهاجم تاني مش هتلاقيه بنفس الظهور ده، مش هتلاقي بنفس الفرص حقيقي. فممكن يجي مهاجم، مع احترامنا طبعا انا بقول احنا عندنا احسن مهاجمين في الوطن العربي اساسا، ممكن يجي مهاجم هيقول لك بص ما ضيعش عشان هو مش متواجد كتير. ايوه، وهو ازارو زي ما انت قلت وانا بثني عليه قوي ان هو لا انا هتواجد تاني وتالت ومش هستخبى. افكرك بحاجه، اتفضل. مروان في كاس الامم الافريقيه الناس كانت بتعتب على مروان، مروان ما كانش بيوصل له حاجه. بالظبط بالظبط، يعني اول ماتش تاني ماتش الناس كلها كانت بتتكلم على مروان، مروان ما بيضيعش، مروان ما بيضيع، مروان وصلت له كره. لا احنا كان كره. لا انا عايز اوصل لك بس ده تعقيبا على الكلام اللي انت بتقوله ان هو مش متواجد عشان ما حدش بيوصله، انما ازارو الوحيد اللي بيخلق لنفسه فرص من الهواء. ما انا بتكلم في كده، هو بيجبر اللعيبه ان هم يدوا له كوره، يدوا له بتحركاته بالظبط وبضغطه كل حاجه. لا يعني هو بس عايز الفينشر يبقى الفينشنج بتاعه يبقى اعلى من كده شويه. كنت حابب تشوف لعيبه جديده في مباراه بيراميدز؟ اكيد. زي مين؟ اكيد بالنسبه لي اليو ديانج يعني كان مهم جدا جدا جدا. مش محمود متولي، انا بس عايز اقول كلمه لايمن اشرف. ايمن اشرف بيلعب 40 ماتش في السنه اللي فاتت، 40 ماتش بمعنى 40 ماتش. انت عندك 34 دوري، ما بين باك ليفت، ما بين مساك، ما بين منتخب مصر، 34 دوري، وشوف كم ماتش في افريقيا، وخمس ماتشات في سوري اربع ماتشات في بطوله افريقيا يعني نادي، واربع ماتشات في بطوله الامم الافريقيه، يعني اكتر من 45 ماتش. تمام، كان لازم يريح. انا ما يعني الناس كلها برضو نازله على ايمن اشرف، لا يا جماعه انتوا ما تحاسبوش واحد استهلك، كان لازم محمود متولي يكون متواجد. اليو ديانج انا كنت شايف انه لازم يكون متواجد في ماتش زي ده عشان نقفل الحته دي اللي كان بيعمله. هم الناس بيلوموا ايمن اشرف ليه على الجون اللي دخل فيه يعني، او ان الجون كان ممكن يتزحلق، كان ممكن في التغطيه يروح من بدري شويه. هو اي لعيب بيلعب تحت علي معلول هيبقى مظلوم، خلي بالك. ايوه ما احنا يعني اي لعيب انت قلت نقطه مهمه جدا برضو، بعد خروج الديفندر. ايوه الديفندر المفروض ان هو ديفندر قوي دفاعيا قوي، الجبهه ورا علي معلول، علي معلول دايما طيب. انا ما بصنفوش باك ليفت. طيب. ما بصنفوش باك ليفت، فالحته دي يعني هيبقى مظلوم قوي اللي هيغطي عليها، خصوصا كمان لما يبقى مساك بقى. خلي بالك بقى ايمن اشرف بيلعب في الحته دي عشان يغطي ورا علي. تمام. يعني هو وجود ايمن اشرف في الحته دي عشان يغطي ورا علي معلول، مش عشان هو سيرت باك سيرت باك. تمام. لا عشان هو يغطي ورا علي معلول. بس انا لما اخرج اغطي لازم ديفندر يرجع، لازم ينزل لحد التاني. يا الباك رايت يخش يا اما الديفندر التاني ينزل. بالظبط الباك رايت هيبقى كل ده بيحصل ان هو يرجع مكان مساك. فالديفندر المفروض في حاله ان احنا بقى خرجنا حمدي اصلا. مفيش حد. بالظبط كده، مفيش حد بيقابل في هذه المشكله. فهو يعني اتظلم شويه. اكيد اكيد اتظلم، عشان كده انا بقول لك المفروض محمود متولي يكون متواجد مع جنب رامي ربيعه، واليو ديانج جنب حمدي فتحي. دي كانت وجهه نظر، لان انت عندك اربعه ما بيعدوش نص الملعب، سترايكر وثلاثه في نص الملعب، الاربعه ما بيعدوش نص الملعب.
يبقى كنت لازم تحط الاربعه والاثنين، الاثنين اللي في النص دول الاثنين يلعبوا ست، مش تلعب واحد سته وثمانيه، لا الاثنين يلعبوا ست، هيقطعوا لك من الناحيتين، وكمان ده انت بتطير الباكين، فلازم الديفندرين يكونوا بيدافعوا كويس. دي وجهه نظري بس طبعا دي اراء مدربين، انا ماليش، انا بعلق على اللي حصل بعد كده. هو في اتجاه يقول لك ايه يعني خلي اللعيبه، انا مش معاه عموما، مع انا مش مع الاتجاه ده، انا بقول لك بصراحه ان انا جايب لعيب جديد فخليه شويه يشوف الاجواء، اصل انا جايب لعيب نادي، لعيب للنادي الاهلي تمام، فاكيد جايب نجم كبير تمام، انت مع اي شكل؟ اللعيب اللي جه ودفع فيه فلوس ينزل الملعب، والكلام ده حصل مع حسين الشحات وحصل مع رمضان صبحي. هفكرك كل بالي كارتيرون جابه، لعبه اول ماتش كسبنا تاني ماتش المصري بدماغه، طلعنا لعبنا بره في افريقيا كسبنا تاني ماتش بدماغه. صح. ما هي مش ما فيش حاجه اسمها توليفه واشوف اللعيبه بتلعب ازاي، هو انا هو هيلعب حاجه جديده. وبعدين اليو دانج كان بيلعب في حته محترمه، محمود متولي كان بيلعب في حته محترمه، فطريقه اللعب مش هتختلف واللعيبه اللي معاك هتظهرك اكتر. فانا طالما دفع فلوس في حد لازم يديني من اول ماتش، انا مش دافع فلوس عشان اقعد اتفرج على حد. تمام. هاخدك في نقطه تانية برضو عايز اعرف رايك فيها بمنتهى الصراحه، انت كنادي اهلي او كشكل نادي الاهلي ليك شكل، انت ملتزم ليك بدله ملتزم تمام بيه، بدله الاهلي تمام اللي بيجي بيلبسها لازم يحافظ عليها قوي تمام، نظفها بره ولا جوه؟ في كل حاجه تمام، في كل حاجه. انا لسارتي كان كلنا علينا علامه استفهام، فاكيد طبعا اكيد اتكلم بقى في بيبو تمام، فبيبو اكيد ببقى عارف انت ايه، لكن انت كنادي اهلي لازم تدي الوقت ولازم تدي الفرصه حتى لو في اخفاق. انا بقول وجهه نظري، انت رد زي ما انت عايز اوكي. ولازم حتى لو كلنا بما فيهم اي حد شايف ان الراجل، بس لازم الراجل يمشي يقول بصراحه انا خدت كل الفرص. حلو، ولا كنا نستعجل شويه في اقالته؟ طيب بدايه ما كانش ينفع تقيله غير لما الدوري يخلص تمام. صح تمام. طيب ثانيا ودي اهم نقطه، انت عشان تقيم واحد تلعبوا كاس دوري افريقيا ورا بعض الثلاثه وتشوف هو خد ايه وتحاسبه بقطعه 1 2 3. جميل قوي. نمره 3 وده الاهم، الراجل اتحسنت الفرقه معاه الدور الثاني ولا قلت؟ بمنتهى الامانه الفرقه اتحسنت. إيه؟ لا الفرقه اتحسنت عشان بس نبقى تمام عارفين. تمام. هو يعيبه ان احنا فقدنا جزء كبير من منتاليتي الفرقه، من استحواذنا على الكوره. احنا الاهلي عشان يلعب فرقه الاستحواذ 70 30 اقل حاجه، الكلام ده ما كانش مع لازارتي. فرص ازارو اللي ضيعها برضو اثرت على، ما انا قلت لك اهو انا ازارو مشى اثنين، مشى كارتيرون ومشى لازارتي بصراحه. بس ما انا ما اقدرش يعني، خلي بالك ما هو برضو لازارتي كان ممكن يلعب سترايكر تاني غير ازارو تمام، بس دي عمليه هي. طب انت لو مدير فنيه تلعب ازارو ولا تلعب؟ العب ازارو، اكدب عليك العب ازارو، بس لو قعد ملوش ماتش واثنين لازم ادي صلاح محسن أوكي. ولازم ادي مروان لازم، لما طلعوا بره خالص تلويشه ان هو يضيع فرص ولا تلويشه في العموم؟ في العموم بقى خلي بالك، ما هو انا لازم بتكلم في كده، هو ازارو بص يا كابتن محمد، لازم الاسترايكر مهما كان لو هو جامد، انا مع كل الكلام اللي قلناه على ازارو 10 على 10 بس لازم يجيب جون واثنين. انا معاك جدا تمام طبعا. طب ما جابش، بنحاول نتكلم عشان كده ماشي، ما جابش يحصل ايه؟ يقعد على الدكه يحس ان في حاجه وراه، يحس ان هو لو ما جابش جون فاهم هينزل، اطلعه بره الضغط، هينزل اطلعه بره الضغط شويه، اهدي اخرجه اسفره بالظبط، اسفره في بلدهم 3 ايام وارجعه ويلعب واحد مكانه ويجيب اجوان، فهو يحس بالقلق فيبتدي يدوس على نفسه تاني. عمليه تدوير تمام، انما هو بقى له سنه ونص ما حصلوش تدوير تمام بصراحه. وصلاح محسن اللي جايبينه ما قاعدينه بره، والولد امكانياته هايله بس احنا ما استفدناش بيها تمام. مروان امكانياته هايله ما استفدناش بيها لحد دلوقتي. يعني انت شايف ان التقييم جه في الوقت المناسب؟ آه طبعا. وكان لازم نسيب الفرصه، لازم اديله فرصه لحد الاخر عشان انت كمان تحافظ على شكلك كنادي. اكيد كنادي، انا عمري ما غيرت مدرب كل 6 شهور. هو عمره مدرب مشي من النادي الاهلي وقال انا اتظلمت؟ بس هو ما اتظلمش، وهو مشي ومبسوط وكان بيهرج مع اللعيبه في اخر يوم، وزي كارتيرون، ولحد دلوقتي كارتيرون علاقته كويسه بالنادي، ولازارت اعتقد علاقته هتبقى كويسه بالنادي. النادي الاهلي بيتعامل بشكل احترافي وبشكل فيه شياكه كده مع المدربين بالذات يعني. تعالى قبل ما نروح لملف اتحاد الكوره واللجنه اللي اتكونت واهدافنا اللي احنا عايزينها منهم ايه وشكلهم هيديروا ازاي وهل هو فعلا في بسمه امل او بارقه امل زي ما بيقولوا، تعالى نروح بس الملف الافريقي ونقفله. مباراه تطلع بره اعتقد انها مباراه سهله نسبيا، لكن ممكن نستفيد منها بشكل تاني ازاي؟ طيب مباراه سهله نسبيا على الورق، ما انت عارف ان الكوره ما فيهاش غير على الورق، انما في الملعب اهم حاجه بكره
نشوف اربع خمس وجوه جديده غير اللي كانوا بيلعبوا الماتش الاخراني، مش عشان حاجه، عشان اخلق جو من المنافسه، احسس الناس اللي بتلعب في ناس بتحارب وراكوا عشان تخش. لو ما اديتش الثقه لبعض اللعيبه في ماتش بكره هديهم الثقه امتى؟ تمام. يعني في لعيبه مش متواجده، يعني كابتن احمد فتحي، كابتن حسام عاشور. اقول لك القائمه بسرعه. ماشي اتفضل. اقول لك القائمه بسرعه ونعيدها على الساده المشاهدين: محمد الشناوي، علي لطفي، محمود وحيد، محمود متولي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حمدي فتحي، ايمن اشرف، الشحات، ديانج، السليه، محمد مجدي قفشه، احمد الشيخ، احمد فتحي، حسام عاشور، صلاح محسن، جيراودو، واجاي. طيب ازارو مش موجود، ومحمد يبقى كده ازارو ورمضان مش موجودين، ورمضان مش موجود، ومحمد هاني. انا كنت عارف ان ازارو مش هيبقى موجود، وعارف ان جديد على محمد هاني يعني رمضان وازارو، اعتقد ان عنده اجهاد. يعني انا لسه بقول لحضرتك والله ما كنت اعرف ان احمد فتحي لازم ياخد، كابتن حسام عاشور لازم ياخد، لازم اجاي يبتدي من الاول، لازم صلاح محسن يبتدي من الاول. كل اللي انا عايز اقوله، اللعيبه دي لو ما خدتش دلوقتي يا كابتن، لو ما فقتش في ماتش سهل هتفوقها امتى؟ انت هتخش اول ماتش ليك السوبر، وبعد كده هتخش على الدوري. تمام. يعني كله هيلعب. تمام. وبعدين كابتن محمد يوسف بقاله سنتين مع الفرقه او موسمين، فحافظ اللعيبه كلها. طب انا لو ما اديتش الفلان دلوقتي هديله امتى؟ تمام. يعني احمد الشيخ ما ياخدش بكره ليه من الاول؟ ممكن تلاقيه في الملعب. مش عشان كده انا بقول لحضرتك ايه، لازم اشوف وجوه جديده بكره، زي ما لازارتي عمل وادى علي لطفي. ايه المشكله لما بكره كابتن محمد يوسف يدي علي لطفي؟ مش عشان الشناوي وحش، ده الشناوي احسن واحد في مصر دلوقتي، ولكن عشان احسس اللي بيلعب ان في حد بيدبدب وراه، واحسس الثاني ان له تواجد في الملعب، انه مساعد في فوز الفرقه بالماتشات والبطولات. عشان كده انا شايف ان يعني على الاقل يبقى في تغيير 4-5، ولكن بعيد عن العمود الفقري. تمام تمام. بس غير كده يعني اتمنى ان شاء الله المباراه ان شاء الله نكسب ونعمل جيم كويس، انما هي تعتبر مباراه تحضيريه رسميه، يعني ممكن نعتبرها مباراه يعني بيني وبينك انا بقى، احنا ما بنلعبش فرقه جامده قوي. طبعا الناس كلها عارفه كده. فيعني بقول لك عشان كده بقول لك ايه النقاط اللي ممكن نطلع بيها ايجابيا غير المباراه. انا شايف الايجابيه ان اهم نقطه ان ناس جديده تشترك وتاخد 90 دقيقه وتعمل جيم كويس ان شاء الله. اعاده الثقه لفرقه الاهلي، طبعا الثقه مش مفقوده، ولكن بص خلي بالك جمهور النادي الاهلي لما بيخسر ماتش بيحس ان الدنيا وقعت، بيقعد زعلان ومقهور طول عمره، بيفكر في الماتش اللي طول عمره بيفكر في الماتش اللي فات لحد ما يكسب اول ماتش بالظبط، يبتدي يفرح تاني. هي دي احنا عايزين نفرح جمهورنا الاهلي بالظبط. ماتش بكره يا ريت الناس تحسبه انه فرحه لجمهور الاهلي. ايه يعني لما نديهم 5-6؟ يا ريت يا ريت نديهم 6، ويعني يا ريت يا ريت نرجع الثقه للفرقه والثقه للجماهير، دي اهم حاجه. نتمنى ان اللعيبه ان شاء الله تعمل مباراه جيده، وزي ما بقول لحضرتك لعيبه كتير تاخد جديد يا رب ان شاء الله. جمهور الاهلي زي ما انت بتقول يا كابتن دايما، حتى لما تيجي تقول يا جماعه حكام يقول لك لا ما لناش علاقه بالحكام، دي حقيقه. احنا عايزين فرقتنا ما لناش علاقه. دي حقيقه. واحنا بنتكلم دلوقتي بنقول ايه؟ ممكن يكون الحكم غلط بس مش شماعتنا بالظبط، مش احنا يعني لو احنا فرق، بص بالراحه كده، لو الاهلي واقف على رجليه يكسب 3-0 غير اللي الحكم ما حسبوش، صح ولا لا؟ صح. لو ازارو حط والشحات حط ورمضان صبحي حط في اللقطه مشاط فيها دي كان 3-0 من غير اللي الحكم عمله. بس انما مش عايز اتكلم كتير على الماتش. يعني خلاص واللي حصل حصل، الله مش هفعل. مش عايزين نقول فرقه بقى كعبها علي علينا، ده تبقى لا لا كارثة. مش قصه مش قصه ليه احنا ما كسبنا في فرقه كسبناها 15 سنه ورا بعض يعني. لا يا عم مش قصه خالص، لا عادي، مش دي كوره. تمام تمام. لو كلمتك بقى برضو، انت كلمتنا عن الشناوي وحصل كده ايه بين البطوله الافريقيه والاهلي، قال لك ايه اللي حصل للشناوي؟ تمام. الشناوي بقى ابدع جدا. تمام. حسيت ان ايه، ان احنا خدنا من حق طارق سليمان شويه كده. حلو. طيب بصراحه كويس انت فتحت الموضوع ده قوي. ماشي انا هكلمك فيه. فهل من المنطقي او العقلاني ان انا، طبعا الكابتن احمد ناجي يعني مدرب كبير طبعا، ندي كل واحد حقه بالظبط، هل من العقلاني ان انا كمدرب اعمل لعيب بشكل تاني خالص في 3 4 ايام؟ طيب بص، من الانصاف اللي كان فيه محمد شناوي في المنتخب يرجع لكابتن طارق سليمان. تمام. ماشي، لان كابتن طارق هو اللي بيمرنه طول السنه. تمام. انما كابتن احمد ناجي الفاكهه، عارف بقى اللي هو ايه، حد مجهز له تورتايه وهو ادور بس كريم شانتيه. بيحط بقى كريم شانتيه، يحط الفواكه. مش عارف ايه. كابتن ناجي احلى حاجه فيه التعامل النفسي. احلى حاجه فيه بيعرف يقرا الفرقه اللي قدامه كويس قوي، وبيتعامل مع الحراس اللي عنده بطريقه ولا احسن. تمام. فلو واحد معاه نفسيا 50% هيخليه 100%. تمام. ودي فرقت مع الشناوي جدا.
لما اروح له اول اسبوعين، خلي بالك اول ماتش تحضيري لعب احمد الشناوي شوط وجن الشوط، الماتش الثاني ادال لمحمد الشناوي. تمام. لما اروح له قبل الماتش الاولاني اقول له بص زمايلك هتلعب انت، هم شوط وانت شوط، وانت تاخد الماتش الثاني عشان تجهزك زي الفل. يا با لهوي، انا حاسس ان انا وحش لما كابتن ناجي بيتكلم عليا كده، انا احس ان انا اسد. صح. ده ثقه من اجيري وثقه من الكابتن احمد ناجي فاهمني، فدي في حد ذاتها بتعلي من معنوياته قوي. من معنوياته قوي. ناهيك طبعا بيديله جرعات تدريبيه معينه بتعلي منه، ولكن احنا ما ينفعش نبقى مش منصفين، لان كابتن طارق هو اللي بيتعامل معاه طول السنه. تمام. جميل. يعني انت مش هينفع تعمل جون في اسبوعين ولا في 10 ولا في شهر. طب خليني اقول لك سؤال تاني. اتفضل. عشان انا بصراحه بحب رايك جدا يعني. اتفضل. هل الضغط في النادي الاهلي غير ضغط منتخب مصر؟ ها حلو قوي الكلام ده، ماشي. الضغط في النادي الاهلي اعلى من ضغط منتخب. انا بتكلم في كده. ليه بقى؟ طيب ضغط منتخب مصر انت الضغط على مين ومين 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 ومين؟ على واحد وسط 11. الضغط كل اللي هيشيله محمد صلاح، احمد حجازي، طارق حامد. وضغط جميل. انت بتتكلم في الجماهير المصريه يعني ليه كده صلاح؟ يعني معلش ليه كده ومعلش معلش مش جميل الاهلي بقى. حاجه حلوه خالص. انما بقى بتكلم بصراحه. دي حقيقه. لا وبعدين مين اللي كان بيروح الماتشات؟ العائلات. مش جمهور يعني، انما جمهور النادي الاهلي جمهور مدرجات. بالظبط. جمهور بيحس باللعيب، جمهور عارف يعني ايه قيمه الفانيلا اللي بيلبسها اللعيب. عشان كده الضغط في النادي الاهلي اعتقد انه اعلى بكتير جدا جدا جدا. ما بتكلم في الاهلي. بص خلي بالك، في مصر ممكن نخسر عادي، نطلع من بطوله وارد. لا الاهلي ما هتشوف. انما في الاهلي لو خسرت بطوله رمضانيه الدنيا بتقع عليك. انا حقيقه احنا لما كنا بنخسر في التمرين، ما انت احنا بنخسر في التمرين صح، بتاكل نفسك. فعشان كده انا شايف ان الضغط في النادي الاهلي اعلى، والمؤثرات كانت اقوى شويه على محمد الشناوي في فتره النادي الاهلي، ولكن لما راح المنتخب عارف الواحد لما بيلعب وهو راكب الجيم مرات استعراضيه اكتر. وهو راكب الجيم بالظبط يعني فاهم، وكاس العالم بالظبط. انا ببين نفسي للناس، انا مش فارق معايا اخسر اكسب، بس ببين نفسي للناس. عشان كده هو عمل احسن فتراته مع كابتن ناجي. جميل قوي. او انا ببقى في يعني انا وصلت لقمه الضغط، فبالنسبه لي اي حاجه ثانيه سهله بس خلاص مش كده. انا اللي يلعب الترجي في الترجي يعمل اي حاجه بالظبط، فانا اي حاجه ثانيه بالنسبه لي لعب بقى بالظبط ولا فرفشه. بالظبط. جميل. تمام. عايز نتكلم في حاجه قبل ما نقفل ملف الاهلي معاك. نتكلم في اتحاد الكوره. اتفضل. اتحاد الكوره واللجنه الخماسيه اللي اتكونت وشكلها ايه وتوقعاتك انت ليها ايه، وهل كنت متوقع الاسماء دي بعينها؟ طيب كنت متوقع منها حتى مثلا اسمين ثلاثه غير فضل اللي كلنا كنا متوقعين ان هو يبقى؟ لا فضل احمد عبد الله واحمد عبد الله الاثنين متفقين عليهم. تمام. تعال نتكلم في الخماسي الحديث. قبل يوم 1 اغسطس و2 اغسطس اللجنه دي جت الاول في 1 اغسطس. تمام. وطلعوا الاسامي دي ك زي ما بيقولوا ايه قنبله كده صغيره كده وفقاعه للناس تعرف رد فعلها. تمام. ما كنتش اسمع ولا كنت اتخيل ان تحديدا سحر عبد الحق وعمرو الجنايني يكونوا متواجدين مع الاحتفاظ بالالقاب. طبعا القابهم على راس. طبعا. ماشي. طبعا. انما ليه قولي ليه. طيب لو اتكلمنا على سحر عبد الحق، ايه اللي هي عملته غير ان هي رئيسه نادي النصر فتره معينه عشان بكان اخوها واخوها رجل
اساسا اللوائح اللي هو حطها الاتحاد الدولي بعدم تدخل اي اتحاد في شؤون الاتحادات المحليه. تمام. فانا برضو مش عارف ازاي، يعني مش انا برضو مش قادر افهمها. انا جبنا الدكتور محمد فضل الله وقال يا جماعه بصراحه ده ما ينفعش خالص، الاتحاد الدولي بيخالف نفسه دلوقتي. هو بس انا شايف ان القصه من الاول ان هو احنا من الاول كنا عملنا، كنا داعينا لجمعيه عموميه وعملنا انتخابات وخلصنا نفسنا من الليله دي خالص على فكره. يعني كان قدامنا 90 يوم نقدر نعمل فيهم كل حاجه، انما احنا كالعاده كل اللي فات برضه يا كابتن كان في اسماء انت يعني تتوسم فيها بالخير. اول ما انا سمعت الاسماء في اتحاد الكوره يعني ايه بقى تاني؟ طب انت لو قالوا لك اختار خمس اسماء تختار مين؟ يعني ما انا مش عايز انسى حد، وانا مش محضر وقتك. وانا مش محضر، لازم اقرا سيفيهات 1 2 3 4 5. بس انا شاورت عليها. هي محتاجه سيفيهات؟ محتاجه بجد؟ محتاجه سيفيهات طبعا. يعني بص كابتن ماجد، استاذ ماجد نجاتي لما تسمع اسمه هتقول لا؟ اصل انت بتسالني انا برضو اصلا. انت عشان العلاقه بينكم. طب دكتور محمد عبد السلام بتاع المقاصه هتقدر تقول لا؟ دجله، جونه، ساويرس، غيره في اسماء كتير وتحب تخدم الكوره صح؟ بالزبط. انما احنا اختيارنا كان في بوتقه، وبوتقه مين اللي اختارها؟ اكيد حد من اتحاد الكوره القديم. خلي بالك احنا عندنا 2 في الكاف، كابتن هاني ابو ريده ودكتور كرم كردي، استحاله ما يكونوش يتسالوا ان هم يجيبوا مين، لان اكيد الناس اللي جايه من الكاف او جايه من الفيفا مش عارفه الناس المصريين برضو مين المتواجد ومين مش متواجد على الارض، فهم برضو بيجي لهم ترشيحات من المتواجدين في الكاف اللي هم يعرفوهم بالظبط. فاكيد كابتن هاني ابو ريده ليه سبق ليه يد، واكيد دكتور كرم كردي ليه يد، والترشيحات دي انا من وجهه نظري ما خرجتش عنهم. فعشان كده انا في علامه استفهام، ولكن استنى نشوف هم يعملوا ايه. انت تفتكر ان الاعتراضات ممكن تاخد مجراها وممكن فعلا تحل اللجنه؟ تحل اللجنه في حاله واحده بس، ان الجمعيه العموميه لو اسقطت. احنا الكره المصريه فيها 258 نادي. تمام. 92 نادي منهم اعلنوا رفضهم. تمام. وده اعلى من الربع. عشان كده الجمعيه هتتعمل تقريبا في نص 9 لو اقروا بان اللجنه دي مش غير صحيه او مش هتنفع، لازم اللجنه تسيب عملها ويدعو. بس هتبقى فيها مشكله بس صغيره، ان انت في خلال 90 يوم لازم بقى ساعتها تعمل انتخابات. 90 يوم يعني 3 شهور. طب دي مده ما كان قدامنا من ساعه ما اتحل اتحاد الكوره اللي فات، ان في 90 يوم هم اتحلوا تقريبا في يوم اعتقد 5/7 ولا حاجه، ولا 1/7، كان ممكن لحد 1/10 تعمل انتخابات صح ولا انا غلطان؟ 3 شهور برضه، انت بتتكلم في 3 شهور برضه مش قليلين، مش رقم قليل خالص. بس احنا بقى يعني لازم نبعت للفيفا ونقول له لا، طب والنبي ادينا سنه استثنائيه لحد 20 يوليو ومش عارف ايه. طب وايه ليه يعني؟ ما كنا عملنا انتخابات واللي يقعد 9 شهور ولا 10 شهور ويمشي ويتشال على الراس. طب خلينا نقول الوضع اللي احنا فيه ده. تمام. متفائل بيه؟ مش متفائل بيه. ايه المشكلة؟ بص طيب الاختيار. طب ما انت قلت كلمة خلي بالك مهمة جدا وانا بتفق معاك فيها قوي. تمام. بس انت ايه يعني دلوقتي احنا التفاؤل حاجة؟ لا مش تفاؤل حاجة. مش تفاؤل. انت قلت ايه؟ بلاش نحكم بالظاهر وفي الأول. تمام. طب ما يمكن يدونا انطباع تاني خالص. يا رب. انا قلت لك ايه؟ الحلو ليهم والوحش عليهم. الحلو ليهم أكيد. والوحش عليهم يعني. بس انت بتقول لي متفائل ولا لا؟ سكت ما ردتش. انما انا الصبر، انت برضو اكتر مني خبره في. لا يا عم انت اكتر بكتير. بس انا قصدي ايه؟ خليك، انا بتكلم بجد والله. انا قصدي ايه؟ لا والله انت عارف. انا قصدي بس ان الموضوع يا ريت ما ينقسمش جوه اتحاد الكوره اهلي وزمالك. يا رب ما يبقى كده، عشان ما تبقاش مشكله زي ما كانت حاصله قبل كده. كان كل الاعضاء زمالك ومفيش غير عضو واحد اهلاوي، حتى اللي كان محسوب اهلاوي ما كانش بيشتغل. والله العظيم يا كابتن انا قعدت في النادي الاهلي فتره قليله، لكن انا كنت رايح النادي الاهلي كنت فاهم موضوع تاني خالص. انا كنت فاهم انت عارف بقى التبرع الاهلي، عارف الاهلي بقى ياخد كل حاجه. والاهلي بقى الحكام والاهلي اتحاد الكوره. والله العظيم انا رحت، انا قلت في الاول ايه، هم اكيد يعني بيضحكوا عليك. اصل مش معقول ان مستر مانويل جوزيه يعني يشتكي من الحكام ويقول خلي بالكم الحكام ضدنا. قلت يعني اكيد في مقلب معمول فيا، فلقيت الموضوع بجد. الفتره اللي قعدتها في الاهلي والله العظيم ثلاثه ما كنا بنطلب اكتر من حقنا، ويمكن اقل كمان، وراضين. فالموضوع ان انت كاهلي يعني ربنا معاك طبعا وجماهيرك معاك وكل حاجه معاك، انت مش محتاج مسانده من حد
بعد ربنا، غير ان هو حد يديلك اقل من حقك بجزء يكون بسيط. بس يا سيدي اقل من حقك بجزء بسيط بس خلينا بس فالانقسامات مش في مصلحتنا خالص. اكيد اكيد. بس انا هتكلم في النقطه بتاعه الحكام دي، النفس البشريه دايما بتيجي على العالي لصالح الواطي، دي حاجه طبيعيه ربنا خليها فينا سبحانه وتعالى. اي حد ايديه جامده و الواطي اللي هو الاقل يعني بس انت عارف قصدي حد والله عشان بس انت عارف الكلام بيتاخد مننا. مش قصدي مش قصدي مش قصدي بص لا انا بوضح عشان ما حدش يزايد على كلامي. بلاش بلاش العالي والواطي، الاقوى والاضعف. تمام. اي حد في الدنيا بيجي بيشوف حد اقوى من حد بيقف غصب عنه مع الضعيف لحد ما يقوى عشان يبقى ايه قد بعض في التنافس. احنا كشعوب عربيه بس كده خلي بالك. يمكن بره بتلاقي مثلا البرازيل الكسبانه مش عارف مين ومكسحينهم في الكوره، بتكلم بلغه الكوره. وعادي جدا لو البرازيل ليها ضربه جزاء تديها ضربه. احنا هنا ثلاثة. لا احنا هنا عم كفايه بقى، انتوا عايزين ايه بقى تاني؟ ما انت كسبان اربعه دي حقيقه. وانا معاك. فاحنا عندنا التعاطف ربنا، والتعاطف ده حلو خلي بالك يعني الرحمه. التعاطف والرحمه حلوين بس بره نطاق شغلك. تمام. يعني هل الـ 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 القاضي في المحكمه لا في جزء من الرحمه، ولكن جزء الرحمه ده هيبقى فيه ظلم، هيغلي في ظلم القصه بظلم؟ لا خالص طبعا. لا انا معاك جدا جدا. ممكن ادي اشوف واحد مثلا تعبان في حاجه معينه فمثلا مش لاقي ياكل فسرق، طب انا اشوف الاول هو مش لاقي ياكل ليه. لا انا معاك انا معاك ماشي. انا معاك. انما عشان كده بقول لك النادي الاهلي مش قصه، برضو ارجع اقول لك مش الحكام خالص اللي احنا بنبص عليهم، ولكن احنا عايزين حد يدينا حقنا خاصه او اقل كمان شويه. بص بقى اوحش حاجه في الدنيا افريقيا، يا رب نطلع من قصه بكاري جسامه وتسيمبا اللي هريننا في كل النهائيات. كل النهائيات اللي لعبناها بقى لنا خمس سنين، احنا لعبنا نهائيين في خمس سنين اللي فاتوا، الدور الاولاني الماتش الاولاني تسيمبا والماتش الثاني بكاري جسامه، يا اما الماتش الاولاني الراجل بتاع الجزائر والماتش الثاني بكاري جسامه. انا مش عارف بكاري جسامه ده عامل لهم ايه وبيكافئوه خلي بالك. علي مش عايز اقعد اتكلم كتير عشان بيمشوا لهم حالهم صح. انت سير الامور بيصير الامور. ايوه بيصير الامور. عايز اسالك على اللجنه بس انت قفلت لي القصه بصراحه يعني. ليه بس؟ في اسماء بتبقى بعيده عن دماغنا يعني. محمد فضل اقول لك، خلينا ما تيجي نتكلم في نموذج نجح وسكت كل الناس. تمام. والناس كانت بتران على فشله. بص بكلمك لغايه فين. تمام. اول ما محمد فضل مسك في ناس كتير قوي. لا مصر كلها. لا ما كانش حد واقف معاه. خلينا نقول ناس كتير قوي. لا ما هقول لك الحقيقه، لكن احنا ما كانش حد متفائل غير 5% من جمهور مصر اللي عارف قصته اللي عارف بيشتغل ازاي بالظبط. طيب فمحمد فضل الناس كلها في الاخر قالت له احنا اسفين يا فضل حقيقي، وانت فضل يعني رفعت راسنا رفعه ما حصلتش حقيقي، وانت احسن واحد عمل انجاز. تمام. دلوقتي الدول المنظم شايل هم التنظيم بقى بالظبط. هعمل ايه بعد كده؟ وفي فتره ده انجاز. اربع شهور او ثلاث شهور تقريبا. فما ناخدها كده ولا او بقى انت عندك باك جراوند بقى للمجموعه اللي ماسكه؟ انا مش عارف يعني عندك ايه يعني انت شايفهم قبل كده. طيب يعني هقول لك بعيد عن فضل، دكتور احمد عبد الله مسك مدير كوره في نادي الزمالك ومسك في نفس الوقت مدير الملاعب في البطوله الافريقيه. الملاعب كانت على اعلى مستوى. جميل. حد قدر يشكك في احمد عبد الله خالص؟ استحاله. تمام. راجل عمل اللي عليه التالت ومتلت. تمام. نرجع لفضل. فضل من اول يوم مسك فيه المسؤوليه ما كانش بينام خالص، ولا كان بيتكلم ولا بيفتح بق ولا حد يعرف عنه حاجه. يا دوبك اول مره نشوفه كان مع التصوير مع تميمه البطوله صح. صح. حد عارف هو عمل ايه في اسماعيليه ولا في اسكندريه ولا في السويس ولا احنا ما طلعناش سلبيات ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله ربنا. لا حاجه هايله وحاجه منظمه. اكيد اكيد هو ما عملش كل حاجه بايده، ولكن طبعًا. كان بص بقى هو رجالته بيختار الصح. الاختيار الصحيح في الاختيار الصح في المكان الصح هيؤدي النتيجه صح. اكيد. فهو اختار الناس اللي تشتغل تحت ايده في كل موقع. يعني اختياره لاحمد عبد الله في الملاعب فرق جدا. طبعا. صح؟ طبعا. اختياره لفلان في الناحيه الاداريه فرق جدا. اختياره فلان في التسكين وال تسكين الفنادق واختيار الفنادق واختيار الملاعب الفرعيه اللي هيتمرنوا عليها. اكيد كل ده فضل موت نفسه عشان يخلص. اكيد. وربنا لما عارف ان انت عايز تشتغل كويس قوي بيسهل لك بيبعت لك وبيبعت لك غير المتطوعين اللي اشتغلوا كتير جدا. صح. جدا ونجحوا البطوله مع فضل. صح. انما في الاول وفي الاخر الصوره اللقطه طلعت مع مين؟ طلعت مع محمد فضل. ليه؟ انه اشتغل واشتغل بمجهود واشتغل عايز اقول بفكر يحترم ومش هبهزر مش 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 عشوائي.
لا ده مسك ورقه وقلم وقال المفروض يحصل 1 2 3 4 طب اعمل 1 ازاي طب اعمل 2 ازاي طب اعمل 3 ازاي وقدر عشان كده يوصل للنتيجه اللي وصل لها ده وتحيه طبعا لفضل انما فضل عمل مجهود يشكر احمد عبد الله عمل مجهود يشكر والناس كلها شايفاه الثلاثه التانيين عملوا ايه دكتور جمال محمد علي على راسي وعمنا كلنا واستاذنا في الناحيه الناحيه اللي هي زي ما بيقولوا كده الدراسيه انما في ارض الواقع عمل ايه هو دي هي دي اللي عايزه هي دي اللي لازم يكون ليها قصدك دكتور محمد علي في الناحيه العلميه في الناحيه العلميه مش العمليه يعني لا. العمليه وداس فيها لكن انت عايز في المطبخ اللي هو بالظبط اتمرن واتمرمط في الملاعب وعارف بقى طلع عينه وعارف الدنيا ماشيه ازاي وعارف الكواليس ازاي وصل بنادي مثلا كان نادي طالع من تحت ودلوقتي بقى نادي مقصه امبي جونه دجله الانديه دي انديه شركات ووراها ناس مهمه جدا وناس بتعرف اداريا بتعرف تشتغل كانوا حطوا كمان واحد زي ما بيقولوا كده كوراجي مع فضل ومع احمد عبد الله ومش لازم برضو اهلي وزمالك وحطوا اتنين معاهم او ثلاثه من الناس الثقيله دي انت عارف انا متفائل ليه يا رب متفائل عشان محمد فضل موجود مش لا الوحيد اللي انا عارفه طبعا مع احترامي لكل الاشخاص اللي بتمثل دلوقتي اللجنه لكن انا عارف فضل من النوعيه اللي ما بيسكتش ولو شاف حاجه غلط بيتكلم حلو ولو شاف حاجه المفروض تتعمل او تتعمل وما تتعملش برضه بيتكلم تمام. فانا متفائل بصراحه حتى لو واحد او اثنين او ثلاثه مع الدكتور محمد جمال محمد علي حضرتك برضه اكاديمي انا معاك جدا احتك شويه بكره القدم تمام. يعني ممكن يبقى في ممكن لا يعني خلينا نتمسك انا دايما بحب اتمسك بايه يا كابتن بالامل بصراحه ماشي دايما طيب مش مفيش شك ان التفاؤل حلو يعني تفاؤلوا بالخير تجدوا دي حاجه ما اكيد انما برضو واحد وسط خمسه الدنيا بتبقى صعبه ساعات فضل ما بيسكتش وبيتكلم بس خلي بالك ساعات كتير ممكن لما حد لما كتله كده تلاقي واحد بيتكلم وسطيهم وعايز يطلعهم غلطانين ممكن يحيدوه او يجنبوه بطريقه سهله جدا طب انت 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 مع الراي ان انا قاعدين على ترابيزه اجتماعات بنتكلم في المصلحه العامه في تمام. المصلحه العامه تمام والكلام ما عجبكش تطلع تقول خالص استحاله اطلع اتكلم اللي يطلع يتكلم ده يبقى بيخون بيته اللي بيطلع يتكلم اللي بيحصل في الغرف المغلقه خاين لبيته بيته بقى في اي نطاق الشغل بيته هو بيته لان هو بياكل عيش بياكل عياله من القعده اللي هو قاعدها دي على الترابيزه طب خليني انا اجيبها لك يعني ايه لان ممكن نكون مختلفين في او انا مش عارف اجيبها لك ازاي لان انا العكس تمام مع حتى مع تعبيرك اللي هو خاين انا لا انا العكس تمام. المصلحه العامه طيب بتكلم ان انت كده لو سكت على قرارات بتمس المصلحه العامه ومؤثره جدا في انا بتكلم لو جوه بيتي قول. لا لو جوه بيتي عمري طبعا تمام. انا بتكلم جوه بيتي جوه حاجه انا مسؤول عنها تمام. لكن انا مش مسؤول عن مصلحه لو بلدي في كاتيجوريز اداريه ممكن اوصل اطلع لها انا معاك يعني انا معاك خلاص أنا ايوه انت بدات تفهمني كده احنا خمسه اهو الاربعه اتفقوا على حاجه وانا براهم ومش موافق على كلامهم هشوف حد اعلى مني وليكن بقى الوزير احنا بنتكلم على اتحاد الكوره وليكن انا بتكلم انت دلوقتي قرار بيمس المصلحه العامه احنا بنمثل دلوقتي اتحاد الكوره اللي هو القرار ده لو احنا خدناه يودينا في داهيه لو احنا لازم نسند هنا شويه طب ندي حقن مسكنات شويه طب يا جماعه ما ينفعش خلي بالك اتفضل لو فضل طلع قال كده انا بتكلم في العموم مش لا اسمعني والله انا هقول لك نقطه لو فضل طلع قال كده جمهورنا الاهلي هيقلب على اتحاد الكوره لو احمد عبد الله وعمرو الجنايني طلعوا اتكلموا قالوا كده قالوا عكس اللي طب الصح يا كابتن بنشوف بره انا اسف انا قاطعك بس الحديث حلو قوي انا معاك بنشوف بره بيطلعوا بيتكلموا في تفاصيل الاجتماع لان كل حاجه في المصلحه العامه كل حاجه باينه وبعدين ما بياخدوش قرار واحد ومش القرار مش بتاعهم لوحدهم ده اللي بتكلم فيه بقى القرار بتاع لجنه يعني الكوره الاول لجنه الكوره الممثله من 18 نادي المسؤولين عن المسابقه بتقول قرارات تبعتها لاتحاد الكوره تحت الرفض او الاجابه فالقرار الاول بيطلع من لجنه ال 18 فرقه او ال 20 فرقه او ال 2 او ال 16 فرقه تمام اللجنه اللي ماسكه الدوري الاول بتوصي توصيات لاتحاد الكوره واتحاد الكوره عليه ياخد بيها او ما ياخدش بيها صح؟ تمام ادي نمره واحد تمام نمره اثنين الحاجات اللي بتخص المنتخب بيبقى فيها اتفاق وبعدين السيره الذاتيه لكل مدرب مثلا عايز يختار مدرب ما بيختارش كده بيني وبينك صحوبيه ولا ده لا 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 شروط وحسابات حسابات وشروط وانا عايز اعمل منتخب ثانيه واحده انا عايز اعمل منتخب ساوث جيت مدرب منتخب انجلترا تمام هل ساوث جيت
كان حد يعرفه قبل ما يمسك منتخب انجلترا؟ ولا واحد يعرفه ولا يعرف كان فين. تمام، ساوث جيت كسب بطوله ما كسبش ولا بطوله، بس هم جايبينه وقالوا له احنا عايزينك تعمل لنا فرقه في خلال مشروع. اربع سنين مشروع مشروع تمام. فهو اختيارهم لواحد دلوقتي مش يكسب بطوله، واحد يعمل لهم فرقه في خلال اربع سنين. اعتقد ان منتخب انجلترا وصل ربع النهائي الاخير لكاس العالم ومن الفرق القويه دلوقتي. تمام. من 20 سنه اخر فرقه كانت محترمه جاري لينكر وجاس كوين في كان في 88 و92. فانت نقلت، انت غيرت الاتجاه خالص بواحد مش موجود في الصوره، بس فكرته ايه؟ اعمل لي منتخب لمده اربع سنين اقدر انفذ بيه. تمام جدا. ده اللي المفروض ابقى انت هدفك ايه دلوقتي؟ هتعمل فرقه ولا عايز تكسب بطوله؟ لا انا عايز اكسب اعمل جزائر. جزائر في 2010 بعد ما وصلوا كاس عالم ابتدوا يعملوا كده. 2012 2014 2016. 2016 يمكن كانوا ابتدوا شويه، 2017 جابوا مدرب قالوا له استبعد كل الناس الكبيره وهات لنا لعيبه صغيره ومعظمهم يكونوا في اوروبا عشان نعمل تيم كويس يقعد ماسك افريقيا 10 سنين. وده اللي حاصل في الجزائر دلوقتي. تمام. والمغرب نفس القصه، رينارد عمل كده في المغرب في الفتره اللي فاتت. تمام تمام. عندهم مشاريع بينفذوا مشروع خطط الجمعيه او مشروع الجمعيه، يعني عندهم الاتحاد مشروع اتحاد الكره بتاعهم بيمشوا عليه ويشوفوا مين انسب واحد ياخده، وبعد كده القرارات بتتاخد في مصلحه الجمعيه او في مصلحه الاتحاد. جميل. مش مصلحه الانديه. جميل جميل. بس انا ده انا بقول لك السؤال ده، سالتك السؤال ده ليه؟ لان دايما بنطلع من الاجتماعات، انا بتكلم في الاجتماعات اللي هي مصريه. تمام. اللي هي بتمس المصلحه، مصلحه الكره المصريه. حلو. وانا مكلف، انا واحد مكلف ان انا ابقى امين على المكان اللي انا ماسكه. فاحنا بنقعد وبشوف حضرتك يا كابتن ايه اللي حصل في الله، والله ما اقدرش اقول ما اقدرش اتكلم. طب ليه انت ما بتتكلمش في اسرار حربيه على خلي بالك؟ تمام. او ما بتتكلمش في اسرار الوطن، انت بتتكلم في مصلحه كوره. والله انا ممكن اتكلم، والله حصل كذا 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 وناقشنا وكانت ارائنا وان شاء الله هنوصل والاختلاف لا يفسد للود قضيه، بل بالعكس الاختلاف هيوصلنا. قرار خرج ولا لا؟ هيعرف القرار. قرار خرج ولا الكلام انت بتقوله ده، هل ساعتها القرار يكون خرج ولا ما خرجش؟ طب لو خرج القرار، لو خرج القرار يبقى اكتم احسن. يبقى اكتم احسن. انما لو ما خرجش ممكن اتكلم في المتاح وممكن نبقى نعمل كذا واحنا بنتكلم في كذا. ما هو لو القرار انا معاك، أنا لو القرار خرج، لو القرار خرج انا وانا قاعد وافقت عليه ما كنتش وافقت وقمت مشيت، او حتى لو ما وافقتش والتصويت بقى 3-2 او 4-1 خلاص انا ما اقدرش. خلي بالك هو الموضوع بصراحه شائك. لا مش هو الموضوع يعني متدرج. تمام في من حيث القرارات في قرارات انا طبعا مش هنتكلم عليها خالص، ده مناقشات عاديه بس خلاص. لكن في بقى حاجات اللي هو مثلا اختيار مدرب، انت بتتكلم في اختيار مدرب، ما ينفعش ان انا اجيب صاحبي. لا دي لازم، ما ينفعش ان انا اجيب واحد عشان مثلا في كلام سبوبه. بصراحه سبوبه، هنكتب على بعض بصراحه سبوبه. ايوه والله دي لازم اطلع اتكلم فيها يا جماعه، ما ينفعش. لا دي بقى حقيقه، دي كان لازم حد يتكلم فيها من بدري. بالظبط، انا بتكلم في القرارات هي متدرجه. انا كنت باخد انت عندك حق على فكره، هي متدرجه. ايوه طبعا، في ما ينفعش كلام يعني لما يطلع يقول بعد البطوله انا كنت باخد 50,000 وعقده في اتحاد الكوره 108,000. لا يبقى في مشكله كبيره ولازم يبقى في حسابات ولازم 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 كان حد من الاتحاد يطلع يتكلم ويوضح من غير كلام. انا راجل صريح وبتكلم بالوضوح. انت ليه مش ماسك في الدوري الممتاز؟ انا غلبان. ان شاء الله ربنا يديلك كل اللي انت عايزه يا كابتن. قبل ما نقفل حلقتنا اللي انا استمتعت بيها شخصيا، انا اكيد برضو الساده المشاهدين استمتعوا بيها، وبصراحتك منتخب مصر لكره اليد اللي شرفنا ورفع راسنا وخدوا كاس العالم. اقول لهم كلمه بقى قبل ما اقول اتحاد الكوره، اتحاد كره اليد شابوه. اقول يعني يا رب نحزو حزوهم، يا رب نحزو حزوهم. الناس بتشتغل من غير ولا صوت ولا حد بيسمع لهم اي حاجه. الشباب ياخدوا ثالث عالم من شهر ونص، والنهارده الناشئين ياخدوا اول عالم وبيحضروا. خلي بالك هم اللي بيعملوه ده بيحضروا ل 2021 البطوله اللي هتتقام في مصر. بالظبط بالظبط. فناس بتشتغل من بدري، من 3 4 سنين قبل البطوله ومن 10 سنين. انا بشكرهم وبقول للاعيبه اليد انتوا مش ناشئين، انتوا رجاله وارجل رجاله. متشكرين، رفعتوا اسم مصر عالي، ويا رب دايما ويا رب لا يعني مش عارف اقول ايه. يا رب لعيبه الكره تاخد منكم يعني عندهم القلب والروح اللي عندكم في الماتشات. انت يعني قلبهم وروحهم في الماتشات كان حاجه تحزنك على فرقه القدم بصراحه. وانا بشكرك شكرا جزيلا، ربنا استمتعت بيك والله بالحوار معاك وبارائك الجميله جدا ومميزه جدا والعقلانيه والعمليه، وان شاء الله تكون في مكان يا رب. ربنا يبارك لك يا تستاهلوا حبيبي. ربنا شكرا جزيلا كابتن احمد فوزي نجم الاهلي ومدرب حراس المرمى شاليه الدخان الحالي. بشكركم شكرا جزيلا. بعد الفاصل هيكون معاكم زميل العزيز محمد سعيد، وفي ضيافته الاستاذ محمد صادق الناقد الرياضي. بتشرف بيكم جدا جدا ودايما بستمتع معاكم، ومع الف سلامه.
بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، والفقره الحواريه الاخيره من برنامج الاهلي ليله في ختام هذا الاسبوع، بالتاكيد اطلاله بشكل عام على مدار هذا الاسبوع في الكره المصريه، في النادي الاهلي، في اتحاد كره القدم. انجازات عديده تحققت في العاب اخرى، لكن في نفس الوقت في تشكيلات واعاده هيكله في كرة القدم المصرية خلال الفترة القادمة. لذلك بيشرفني في هذه الفقرة الكاتب الصحفي الكبير والناقد الرياضي الأستاذ محمد صادق، مدير تحرير أخبار الرياضة. أستاذ محمد أهلا بيك، منور الدنيا. أهلا وسهلا بيك، مساء الخير وضرورك والنور جماهير الأهلي. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا احنا في ختام الأسبوع النهاردة الخميس بنختم أسبوع كامل كمالي بالكواليس والأحداث الرياضية، لكن بداية متابعتك بما أن حضرتك طبعا بتغطي اتحاد الكورة منذ سنوات طويلة، الشأن داخل اتحاد الكورة، التعديلات اللي طرأت، تعيين مجلس مؤقت لمدة سنة لإعادة الهيكلة وإدارة الكورة خلال الفترة القادمة قبل أو لحين يعني انتهاء أولمبياد طوكيو في شهر 7/2020 العام القادم. خلينا نتفق أولا على حاجة مهمة جدا، أن الدولة ممثلة طبعا في رئيسها الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمام كبير جدا للرياضة في الفترة الحالية والفترة اللي هي من سنتين أو ثلاثة، اهتمام كبير جدا للرياضة سواء ألعاب فردية أو جماعية أو كرة القدم. في الفترة الأخيرة المشهد بتاع كرة القدم ما كانش هو المشهد المنتظر. احنا بننظم بطولة أفريقيا، الدولة هي اللي نظمتها وليس اتحاد الكرة خالص وليس رجالات اتحاد الكرة. الدولة بذلت جهود كبيرة جدا جدا عشان العرس الأفريقي اللي احنا كنا عايشينه، كانت بتعمل كل حاجة عشان خاطر الأمور تمشي كويسة، بتسند هنا وهنا 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 وتعمل إنجازات، تعمل ملاعب، بيصلح منظومة، كل الحاجات دي كلها. لكن المردود الفعلي للمنتخب كان القشة التي قسمت ظهر البعير زي ما بيقولوا، حطت سلطت الضوء على السلبيات الرهيبة جدا اللي هي تعوق أي تقدم في الرياضة. النهاردة احنا بنفرح بمنتخب اليد لكرة نادي الناشئين للشباب لكذا، رئيس الجمهورية يمنحهم الأوسمة، الحاجات دي معناها ان الدولة مهتمة بالرياضة. أكيد الاهتمام بالرياضه ليس اهتماما شكليا على اساس ان الرياضه دي عصب الحياه والمجتمع والشباب والحاجات دي كلها، لا ده جزء مهم نعم وكل حاجه، لكن بقت استثمار واقتصاد وعملية اقتصادية كبيرة جدا. صناعة جزء من اقتصاد دول، اقتصاد دولة ممكن جدا تبقى جزء مهم جدا من اقتصاد دولة. بالفعل فشيء طبيعي الدولة النهاردة وهي بتبني اقتصادها عايزة تبني، ما تسيبش حتت من الممكن انها تستفيد منها في تنمية اقتصادها، وانه يقف على ارض صلبة، وان يبقى في مردود مادي كبير جدا جدا بيهدر اما في اوجه فساد او في اوجه صرف غير مظبوطة في سمسرة وعمولات وكذا وكذا، او تخطيط مش جيد مثلا من القائمين مش جيد أو اهدار للموارد او لاعبين او اي اموال اخرى او اندية او كلام من ده كله. فلا بد كان ان يبقى في نوع من انواع السيطرة على هذا الموضوع بدون تدخل. تمام، كان تحل اتحاد، كان اقاله او استقاله او اي حاجه تسميها زي ما حضرتك عايز الاتحاد الكره السابق وانتهى الامر. كنا قدام امر من اتنين، اما ان المدير التنفيذي يخش ويقعد 3 شهور ويدعو لعمل انتخابات ويجي يخشوا ناس برضه من اللي هم مربطين من السنه من الدوره اللي فاتت، دوره على مدار 20 سنه الاخر، وينجحوا تاني ويقعدناش حاجه. واما ان يبقى في لجنه مؤقته تدير اتحاد كره القدم لمده سنه وبعدين يترتب المشهد عشان خاطر يجي الناس اللي هم يقدروا يخططوا الكره المصريه ل4 سنين اللي جايه، مش مجرد 6 شهور ولا 8 شهور ولا الكلام من ده. وكان راي الدوله اللي هو بيقوم على الاستقرار ومش العشوائية انه لابد يبقى فيه لجنة، وسعت الامور كلها الى هذا الفيبا، انه الفيبا احنا عايزين نعمل نظام صح وعايزين نبدأ صح وعايزين نعمل تخطيط صح. احنا عندنا مدير تنفيذي وفوق الدماغ طبق اللوائح الفيبا مش اي مشكلة، ولكن احنا عايزين لجنة مؤقتة عشان تدير الفترة الصغيرة دي، مش معقولة كل شوية نعمل انتخابات ونعمل جميع عمومية عادية وغير عادية وكذا 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 وكذا. الفيبا لقي ان الكلام اللي جاي من الدولة المصرية كلام عملي مظبوط وكلام واقعي، وهو ده، وتأكد من خلال اللجنة اللي هي بعتها عشان خاطر تشوف وتقعد مع الناس وتسمع وجهة نظرهم، ليه ان وجهة النظر دي بتسير في المنظوم الصحيح اللي هو المنطوق الصحيح. فكانت اللجنة المؤقتة التي تم الإعلان عنها.
تمام. بنود العمل او خارطه الطريق اللي هيشتغلوا عليها اتقال بالظبط 4-5 بنود، منهم بند متعلق بالشؤون اليوميه لو اداره المسابقات، اداره العمل بشكل عام المؤسسي داخل اتحاد الكوره بلجانه لحين موعد اولمبياد طوكيو ثم اجراء الانتخابات، لكن باقي البنود متعلقه بالهيكله أيوة. وبتعديل شكل اللائحه النظام الاساسي بما يتوافق طبعا مع لائحه الاتحاد الدولي فيفا طبعا. واجراء انتخابات، وهم اللي هيشرفوا على العمل الانتخابي وعلى الشخصيات اللي هتترشح والاوراق المتقدمه بالنسبه لهم للانتخابات. تمام. احنا بس عشان خاطر نبقى دقيقين شويه، ما نقولش ان اللجنه دي هي اللي هتصلح حال الكره المصريه ونقعد سواء اللي بيؤيد وسواء اللي بيهاجم والكلام من ده، دي لجنه تسيير اعمال زي حضرتك ما انت بتتوصف الحاجات دي كلها. هي لجنه تسيير اعمال، بمعنى صح عندنا موسم كره هيبدا محتاج تشكيل لجان شؤون اللاعبين، لجان كذا. الاعمال اليوميه بتاعه اتحاد الكره لازم حد يسيرها بدون اي مشاكل، دي نمره واحد. بالزبط. لكن اهم عنصر في اهم عنصرين في الموضوع كله حاجتين اتنين، اللي هو لائحه النظام الاساسي، ودي طبعا مش هنقدر نقول ان اللجنه دي هي اللي هتعمل لائحه النظام الاساسي، لا قولا واحدا، لان هم مع يعني احترامنا ليهم وكل حاجه مش مفهومش الخبرات القانونيه والكذا وكذا والاداريه والرياضيه اللي تحط لوائح او تعدل في البنود او بما يتعامل. لا، في لجنه هتبقى تحط اللائحه وتعمل تعديل اللائحة. يعني وجهه نظر حضرتك او معلومه ان في لجنه منبثقه هتتشكل؟ لازم مفيش حاجه اسمها يعني مع احترامنا ليهم كلهم هم الخمسه. مع احترامنا الخمسه ما عندهمش يعني خبرات كافيه باللوائح والكلام، حتى لو جابوا لائحه فيفا نفسها وحبوا، لابد انت في انت عندك حاجه لائحه تتلائم مع الانديه المصريه ومع الوضع المصري ومع المسابقات ومع الحاجات دي كلها، فشيء طبيعي لابد ان تكون هناك لجنه اخرى بتعمل في يعني اعداد هذه اللائحه او اعداد النقاط اللي عايزين نعمل كده. هي وجهه نظر حضرتك يا استاذ محمد ولا معلومه؟ لا طبعا انا وجهه نظري. البيان اللي صدر من الفيفا اداهم الصلاحيات ان هم يعملوا ده. طبعا هو يعني هو في الصلاحيات هم اللي يقروا مراجعه، يعني صلاحيات اللي اعلنها الفيفا بشكل مباشر مراجعه لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره واللوائح الاخرى عند الضروره. تمام. لضمان توافقها مع لائحه الفيفا للنظام الاساسي ومتطلباتها ولضمان تبينها من الجمعيه العموميه خلال الفتره القادمه. ده كلام مظبوط. مش تمام. مشكله فمعنى كده ان هم الفيفا لازم يقول كده. ما هو لازم يقول كده، مش هيقول ان على الدوله المصريه انها تضع لوائح للجنه المؤقته، مش ممكن تقول كده ابدا باي حال من الاحوال. لكن بس اللجنه تستعين بمن تراه من خبراء في اللوائح وخبراء في اعداد اللوائح ويشوف اللائحه المصريه تنقصها. ده شيء صحيح. هو احنا النهارده لما جينا 2006 ما كانش 2005 ما كانش عندنا لائحه نظام اساسي اصلا لاتحاد كره القدم. وجه كابتن عصام عبد المنعم والمجلس المؤقت، كان مجلس مؤقت كله لمده سنه، وعمل لائحه النظام الاساسي لاتحاد الكوره وبعتها واقرها من الفيفا. كانت كل مهامه ان امرين اثنين، اصلاح الوضع في المنتخب مصر، وشال طارديلي وجاب حسن شحاته، دي رقم واحد. رقم اثنين عمل لائحه النظام الاساسي او اعداد لائحه النظام الاساسي والحصول على موافقه الفيفا بعد مراجعتها بالفيفا وكده. النهارده بعد كام سنه نقدر نقول بعد 14 سنه الاوضاع اتغيرت، لازم اللائحه بتتغير وفي حاجات كتيره جدا بالفيفا في لائحه الفيفا نفسها تمت ادخالها، فلازم تتوافق هذه اللائحه مع لائحه الفيفا، دي نمره واحد. طيب رقم اثنين، محدش يقول لي بقى ده مهمته المدرب والكلام القصص دي، المدرب ده من تسيير الاعمال على فكره، مش يعني عايز اقول مش هو القضيه الاساسيه. يعني توفير العداله للمسابقات المصريه، هم قالوا كده، تقنيه الفار، دراسه تقنيه الفار والحاجات دي كلها مهمه جدا. تمام، كويس قوي. امبارح النقطه دي مهمه جدا. امبارح كنت بتكلم في الجزئيه دي يا استاذ محمد، اسف للمقاطعه عشان هنبني عليها حوار مهم جدا. بالظبط. انت عارف الفتره الاخيره الناس ابتدت يعني في بعض الشخصيات يقول لك ايه الموضوع اصل اهلي وزمالك، وبالعكس احنا هنا بالعكس ما قلناش كده خالص، ده بالعكس احنا قلنا احنا في ظهر كل الناس، وممكن نحط معايير للفتره القادمه عشان يبقى في معادله للجميع عشان يقدر يشتغل عليها، وقلنا المعادله دي او المعايير دي لو اتطبقت هيبقى الشغل ممتاز جدا وهيبقى في شغل حيادي جدا للفتره اللي جايه، وقلنا ساعتها
تفعيل دور رابطه الانديه او رابطه الانديه المختلفه. أيوة. الفيديو، تطوير منظومه المسابقات، تطوير منظومه الحكام، عدم تاجيل اي مباراه لاي فريق لاي سبب كان، واحترام جدول الدوري والكلام ده كله. قلنا المعايير دي لو اتطبقت الفتره الجايه هتبقى كويسه جدا، والموضوع مش مين تبع الاهلي او مين تبع الزمالك، لا القصه مش كده. كلام حضرتك اللي بتقوله ده دلوقتي نفس المعايير اللي كنا بنقولها امبارح والنهارده في اول اجتماع بالفعل اتقال فيها جزئيات مهمه من دي. هو ده الجزء المهم جدا في العمل الخاص بما يتعلق بالشؤون اليوميه، الشؤون اليوميه لكره القدم. بمعنى اصح تقنيه الفيديو اصبحت ما اصبحتش رفاهيه وما اصبحتش حاجه ممكن ناجلها للدور الثاني ولا نعمل كذا، اصبحت امر واجب ان هو يبدا على الفور. ما تقوليش تكاليف ماديه، ما تقوليش كذا، لا انت عندك ماديات، عندك شركات، عندك رعاه، عندك اموال داخل اتحاد كره القدم، عندك اموال داخله لك من الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي وفي من البث الفضائي وفي توثيق العقود، في بث فضائي كل في كل حاجه عندك. ما تقولش ليش بقى لا احنا ما عندناش، احنا عايزين تدريب. لا ده الدول اللي بتطبق تقنيه الفيديو دوره لمده 15 20 يوم بيضربوا حكامهم كلهم على الطبيعه والاجهزه بتيجي وبيجي وفد من الفيفا بيساعد في الامر ده وبيجوا بتيجي وفود وبتيجي كمنح، مش كمان مش مجرد يعني مش هتتحمل اعباء التدريب يعني. انت بتيجي منح اصلا من الاتحاد الدولي ومن الاتحاد الافريقي اذا اقتضى الامر، وملاعبك جاهزه وكل ما في الامر الاجهزه نفسها بتاعه تقنيه الفيديو. هتتعاقد مع شركه وتجيبها وتبقى معاك، فانت عندك فلوس هتقدر تتعاقد تجيب تعمل دورات تدريبيه تعمل الحاجات دي كلها. انت عندك باقي على انطلاق الدوري شهر تقريبا بالزبط. تقدر لو انت في يعني النيه خالصه انك تعمل النظام هتقدر تعمله، حتى ولو عدى اسبوع او اسبوعين من الدوري مش مشكله ان بعد كده تقدر تطبق التقنيه بالكامل. فده جزء مهم جدا جدا من القصه كلها. نيجي للنقطه الثالثه اللي هو الناس مشغوله بيها، الناس مشغوله بيها وترى ان اللجنه هي اللي هتحط القول الفصل في قصه المدرب، المدرب الوطني. دولة خلاص دولة متجهة إلى أن المدرب الوطني هو الأفضل وهو اللي كده، وهو برضو ونوع من أنواع توفير العملة الصعبة برضو والقصص دي كلها. لا وعندك كفاءات وكوادر كمان تمام، والدوافع انجازات اليد يا استاذ محمد فعلا كلها مدربين مدربين مصريين يعني. انت بتعمل كوادر، بتعمل بتوفر اموال باهظه بتصرف، بتعمل حاجات كتيره جدا جدا، بتعمل نوع من انواع الانتماء. مدرب وطني، لاعب وطني، كل الدنيا يبقى في حماس في الملعب. فكده فالمدرب الوطني يعني اللجنه مع احترامنا الشديد ليها مش هتيجي النهارده تقول لنا مين المدرب الوطني. احنا قاعدين اكتر من شهر عمالين هرسين سواء اعلام سواء السوشيال ميديا سواء كله عمال يقول لك لا ناخد حسن شحاته، لا حسام البدري، لا حسام حسن، لا ايهاب جلال، لا مش عارف ايه الكلام ده كله. بالتاكيد هناك استقرار على شخصيه ما، واللجنه المؤقته خلال 24 ساعه 48 ساعه 72 ساعه هتقول الاسم وهتقل الجهاز الفني المعاون ليه، لانه الموضوع ده اتهرس بمعنى اصح. فاصبح مش منتظرين اللجنه عشان خاطر تجيب فلان او تجيب علان. عندك معلومه عن المدير الفني المنتخب ولا لسه الامر مش بنسبه 100%؟ والله بنسبه يعني تقدر تقول المتارجح جدا ما بين حسام البدري وما بين الكابتن حسن شحاته. طيب. لان هم بيفضلوا دلوقتي في الوقت الحالي ان حد يلم يكون عنده خبرات عشان خاطر السن عامل السن. هقول لحضرتك ان الاثنين منافسين اخرين، الاثنين اللي هو ايهاب جلال وحسام حسن، صغر السن وعدم الخبره الكافيه بتدريب المنتخبات بتخليهم ان هم ايه يعني بعيدين عن الصوره شويه. وان كنت اعتقد انا شخصيا انه ممكن جدا يكون حسام بدري مدير فني والكابتن حسن شحاته يبقى ليه اشراف فني في بعض الحاجات اللي ممكن داخل كمدير فني للاتحاد؟ ممكن، من الممكن، دي معلوماتك، من الممكن طبعا. لانه برضو قصه التوازنات موجوده برضو مهما كنا، لازم يبقى في توازنات بقى. ويقول لك لا الكابتن حسن لازم يستفيد من خبرات الكابتن حسام، كابتن حسن وكابتن حسام شخصيته التدريبيه وخبراته. فممكن لان انت في المجال انت بتدور على مدرب وطني فمش هتقدر تغامر، بس انت عندك فرصه ان انت تدي
الفرصه لمدرب خلال تصفيات افريقيا 20. بس هنا في مقاطعه صغيره. 21 في 2005 الكابتن عصام عبد المنعم لما جاب الكابتن حسن شحاته، وقتها الكابتن حسن طبعا كاسم كبير ونجم كبير، بس في التدريب ساعتها كان مدرب في الدرجه الشباب. لا كان درب منتخب الشباب. أيوة. وكان ماسك المقاولين في الدرجه الثانيه وفي المباريات المحليه، وكان ماسك انديه كتير حتى في الدرجه الثانيه. لكن ما كانش ماسك المنتخب الاول، ما كانش ماسك نادي الزمالك، ما كانش بالظبط. لا طبعا كده. لا طبعا. فهل الفكره في الخبرات، ولا انت ممكن تلاقي وجه جديد يكون عنده الطموح ان يحقق يعني امال الكره المصريه الفتره الجايه؟ شوف، هو الوجه الجديد ما عندناش، هم كل اللي موجودين دلوقتي مفيش حاجه اسمها وجه جديد، دول بيشتغلوا في مجال التدريب قادرهم 5-6 سنين على الاقل، يعني لو جبنا ايهاب جلال عنده 5-6 سنين في الدوري المصري، فاصبحش وجه جديد، لكن لو انت بتقول على وجه جديد في التدريب تقول عماد النحاس. وجه جديد ادوه 2 سنين واثبت ذاته في التدريب ماشي، ومع فرقه كويسه وفرقه المقاولين العرب، وقبل كده مع اسوان عمل شغل مفيش مشكله، لكن على اساس ان انت اللي انحصر بينهم الاختيار الاربعه اللي احنا قلنا عليهم دول، واخد بال حضرتك، مش وجوه جديده، وجوه موجوده في الدوري المصري النهارده دخلت على 9 سنين او 8 سنين، مش وجوه جديده، واخد بال حضرتك، لكن انا بتكلم على الخبرات وعلى الشخصيه. انت النهارده منتخب مصر مش هو منتخب مصر بتاعه 2000 و2001 و2002، لا ده انت عندك منتخب مصر النهارده في 3 أو 4 أو 5 أو 6 لعيبه بيلعبوا في انديه كبيره جدا وعلى راسهم محمد صلاح. فشيء طبيعي ان انت لما يكون عندك منتخب بهذه القوه لازم يكون المدير الفني مقنع للغايه، طالما انه وطني ومحلي لازم يكون مقنع جدا. ما ينفعش ان انا اجيب لا يعني مدرب قريب في السن ونجم كبير جدا يبقى تحت قيادته او يقدر ينفذ الكلام اللي هو هيقوله، هيبقى في نوع من انواع يعني انها تبقى مفيش نوع من الاستقرار، هتبقى في نوع من انواع اللي هيقولوا بعد كده، في نوع من انواع التمرد. طيب انت عملت مع اتحاد الكره منذ سنوات طويله كتير، وياما الاتحاد غير اجهزه فنيه، مدرب وطني ومدرب اجنبي. اسالك على وجهه نظرك الشخصيه او من خلال تعاملك مع المدربين الفنيين اللي تولوا قيادات المنتخب في الفترات السابقه او في السنوات الماضيه من ايام الكابتن الجوهري رحمه الله عليه، الافضل للمنتخب ايا كان، حتى لو كان اجيري ما كانش مناسب للمنتخب، لكن طبعا. هل الوطني ولا الاجنبي؟ شوف، بالتأكيد الموضوع كله منظومة متكاملة، بمعنى أصح إذا كان جهاز فني متكامل فيه كل الخبرات يبقى الجهاز الوطني هو الأفضل بالتأكيد، ويبقى المدير الفني رقم واحد يبقى مصري، يبقى وطني خلاص. ليه؟ بس المهم شيء يكون معاه منظومة كاملة، بمعنى أصح المدير الإداري المنتخب يبقى على قدر كبير جدا جدا من الاحترافية، المدرب المساعد سواء كان مدرب مساعد بيبقى عنده خبرات متنوعه سواء في الدفاع او في الهجوم او الكلام من ده، زي جهاز الكابتن حسن شحاته لما كان حماده صدقي كان في تخصص، كان في تخصص في الدفاع، كابتن شوقي غريب في خط الوسط، هو كذا في مدرب حراس مرمى متفرغ تماما وكويس وكان سنه صغير بالتاكيد كابتن احمد سليمان. فكان جهاز متكامل، كان معاهم الكابتن سمير عدلي اداري فاهم كل اداريات غير طبيعيه، مفيش مباراه وديه اللي قبلها 6 أشهر عارف المباراه دي هتعمل فين ونعمل وخط الطيران بتاعها رايح فين. ده كان بيبقى ماسك الاجنده استاذ محمد لمباريات لمعهد سنه. بالظبط. كنت ادخل عليه المكتب بالزبط. في الاتحاد اقول له كابتن سمير الاجنده الدوليه، قال لي ما الاجنده معايا اهي، الاجنده نفسها معايا اهي، وبكتب كل الماتشات الفتره الجايه وكل الحجوزات معروفه كل حاجه كانت موجوده مختلف. وانا سافرت كتيره جدا مع منتخب مصر وتقريبا يمكن 90% من سفراتي مع المنتخب، كل حاجه كانت بتبقى مرصوده، وكل كبيره وصغيره كانت في الكشكول بتاع كابتن سمير عدلي، وهو لغايه النهارده عنده كل المباريات وكل اسماء اللعيبه محتفظ بيهم اللي داخل محتفظ بيهم، السكور شيت بتاع كل مباراه لعيبه منتخب مصر، عامل متحف في البيت، مش ممكن يعني حاجه. ليه؟ هو منظم كويس جدا جدا، من اوائل مدير الكره اللي هو استخدم الكمبيوتر قبل ما يبقى دلوقتي في ايد كل واحد، كان من اوائل الناس اللي كان بيشتغل على الكمبيوتر ومجهز اموره كلها، هو كمبيوتر في حد ذاته، كنا مسمينه كمبيوتر المنتخب قبل ما كلمه كمبيوتر دي تنتشر في اوائل التسعينيات. تمام. فانا عايز اقول ان المدرب الوطني ممتاز جدا لمنتخب مصر اذا كان في ظل منظومه متكامله، مش مجرد واحد من الشرق واحد من الغرب وبتاع وكلام من ده، وفي نفس الوقت بيكون مدير اداري او مدير منتخب عنده شخصيه يقدر يسيطر على الامور. لان يعني الجزء الفني مش كل حاجه برضه، في جزء اداري مهم جدا، والملعب برضه مش كل حاجه، في شغل بره الملعب
بيوصلك انك تبقى في الملعب كويس. طبعا انت هو انت مجرد ان انت توفر، انت مجرد تتوفر الراحه النفسيه للاعيبه بيسموه معسكر او اختيار مع الاختيار الجيد للمعسكرات او اختيار الجيد للمباريات الوديه او اختيار الجيد لمواعيد السفر ومواعيد الرجوع، دي كلها عوامل بتساعد على ان الراحه النفسيه للاعبين بتبقى كويسه. وهتلقى المدير الفني بيتشال عنه عبء كبير جدا انه بيتفرغ للناحيه الفنيه اللي هو يقدر يطبقها. وبعدين احنا المشكله، مشكلتنا في المدير الفني الأجنبي، إنه كان اتحاد كرة القدم هو اللي بيفرض على المدير الفني، لا والله ما فيش داعي للمباراة الودية دلوقتي عشان الجدول الدوري مسحوم. لو هو كان مدير فني جامد وكان بيتمسك برأيه، لا إما في هنا برنامج أنا حطه يتنفذ حرفيا، لا إما سلام عليكم. لكن هو جاي ياكل عيش وما فيش مشكلة خالص وخلاص، بدرجة إن إحنا لغاية أفريقيا ما هتتلعب ما لعبناش إلا ماتشين وديين. ما هو كان نسخة مقررة من طردلي، يعني الفرق بس في المقارنة إن طردلي كان عايش في إيطاليا بيجي لنا على المباريات الرسمية. وكان بيقضي كل أجازته في شرم الشيخ كمان. بالظبط. يعني بيجي هنا بيجي هنا في مصر كان بيبقى معسكر يوم وتاني يوم تلقاه راح شرم الشيخ، قعد في شرم الشيخ 3 4 5 أيام. واخد بالك؟ أنا كنت موجود في هذه الفترة برضو. كان طردلي من اللي هو واللي خرجنا بدري من تصفيات كاس العالم، هو كان طردلي. كان طردلي بالظبط للاسف الشديد. يعني الناس بتقول لك هو كان في ايطاليا، بس هو كان في الجونه، كان في شرم. هو شرم الشيخ وايطاليا. لكن منتخب مصر ما متهيألي جاله مره او مرتين كده يعني على الماشي. يعني المهم ان المدير الفني الاجنبي ما عندوش لا الحميه ولا الوطنيه، ولا ان هو يقدر يبث في اللاعبين الحماس عشان خاطر ينزلوا يكسروا الدنيا زي ما بيقولوا. وتجربه الكابتن الجواري وتجربه الكابتن حسن شحاته بتميل ان فكره المدرب الوطني الافضل، أفضل حتى طبعًا. في منتخبات الشباب كابتن شاور ريب خد برونزيه، كابتن ربيع ياسين اخر بطوله افريقيه في مرحله الشباب والناشئين كان هو سنه 2013، ما خدناش من بعديها اي بطوله للمراحل السنيه دي. ده حقيقي. فده ليه؟ لان هو كان كابتن ربيع ياسين ده خد الجمهوريه رايح جاي كده بالقطر وبيعمل نفس الموضوع دلوقتي والميكروباص، مفيش مشكله خالص. وكان يروح يجيب لعيبه من المنيا ومن اسيوط ويروح مطروح ويروح يقولوا في كذا، يروح يشوف بنفسه. وفعلا كان بيدور على اللعيب، وبعدين كان بيبني اللعيب اخلاقيا قبل ما يبني فنيا. التزام، يعني التزام ميعاد الماتش، ميعاد التدريب، ميعاد الصلاه، ميعاد كل حاجه، فبيعمل لاعب متكامل معاه. فعشان كده اللعيبه كانت بتسمعه. على فكره كابتن ربيع ياسين هو اول واحد استبعد عمرو ورده وهو كان مع الشباب في الجزائر. ده حقيقي. كاس يعني الامم سنه 2013. ايوه 2013. يعني هو يعني برضه المدرب لازم يكون عنده النقطه، ما هو شخصيه المدرب في انضباطه برضه، هو منضبط يبقى لازم ينعكس على وده بينعكس على الفريق. بالظبط. فالمدرب الوطني بكل تاكيد في المرحله دي مطلوب، مطلوب جدا. احنا شفنا منتخب الجزائر عمل كل حاجه بالمنتخب الوطني بتاعه. بالمدرب الوطني بتاعه. فاحنا ما نبقاش متخوفين قوي من قصه المدرب الوطني، بالعكس بالعكس ده ممكن يجيب نتيجه كويسه ونتيجه هائله جدا اذا خلصنا نوايا وما اصبحش ان كل واحد بيدور على مصلحته الشخصيه. طيب النهارده كان في اول اجتماع للمجلس المؤقت اللي هيدير اتحاد الكوره لمده سنه. عندك تفاصيل عن ما جرى في هذا الاجتماع؟ لان كمان كان في مندوب من الاتحاد الدولي فيفا في هذا الاجتماع، او بمعنى ادق يعني من خلال الاتحاد الافريقي والاتحاد الدولي. كان موجود في هذا الاجتماع. هو طبعا هو كل الامور التنظيميه لا اكثر ولا اقل، تنظيم عمل لجنه، ان برضو من ضمن الحاجات ان ضروره ابلاغ الفيفا باي أيوة. خطوات تتخذ مبدئيا اولا باول. يعني في تقارير بتبقى لازم في تقارير عن انتوا بتعملوا ايه، واخد بال حضرتك؟ هو طبعا المقصود بيها ان هم عايزين يضمنوا ان ما يبقاش في تدخل حكومي، ما فيش حد بيحرك اللجنه. يعني انتوا بتعملوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ خدنا كذا المرحله دي، قطعنا شوط في تنظيم في وضع اللائحه بتاع كذا، استعنا بخبراء في كذا وكذا وبنوضع اللائحه. تقرير بيطلع لمندوب الفيفا او لجهه الاتصال مع الفيفا. فده من اساسيات الاجتماع اولا، ان احنا النهارده انتوا لجنه مؤقته تابعه للفيفا، بمعنى اصح ان انتوا كل شو تعاملكم معانا انه يبقى عايزين كل الخطوات اللي بتعملوها بتقولوا لنا انتوا بتعملوا ايه. منعا، ده طبيعي وده طبيعي جدا عشان خاطر القصه بتاع التدخل الحكومي دي ما تبقاش يعني او مش بالمعنى ده حاكمه، بمعنى اصح. انا برضو ممكن يكون مش بالمعنى ده، او بالمعنى الادق اللي هو التاني اللي ممكن يكون فيما معناه ان احنا بنعدل اللائحه، واللائحه لازم تكون متوافقه مع لائحه الفيفا، فلازم يكون في تواصل وفي متابعات شهريه، لازم ناخد فيه خبرات تستفيدوا من الخبرات بتاعتنا بتاعت الفيفا. وفي نفس الوقت لغايه لما اصل ممكن يقعدوا يشتغلوا 5-6 شهور والفيفا ما تعرفش عنهم حاجه ويبعتوا اللائحه، فالفيفا يقول لك لا غير مناسبه، لا فترجع تاخد وقت تاني عشان فبالتالي الوقت مش هيبقى بيسعفك. فعشان كده ممكن المتابعه الشهريه او التقارير الدوريه مع الاتحاد الدولي
عشان الجزئيه وما دي. تنساش كمان الاتحاد الدولي يعني في مندوبين منه قاعدين في الاتحاد الافريقي دلوقتي. لا في الاتحاد الافريقي نفسه ده الامين العام بنفسه يعني اللي هو فاطمه سموره يعني يعني نفسها لان عارفه ان في مشاكل في الاتحاد الافريقي فجايه بتشوف تظبط وتشوف المخالفات والدنيا وقاعده 6 شهور يعني قاعده هنا في يعني يا رايحه جايه ما فيش مشكله واخد بال حضرتك. فمش شيء طبيعي انه الفيفا هو هو الحاكم الاكبر في كره القدم فبيسيطر على الاتحاد الافريقي او الاتحاد المصري بيشوف خطوات لوائح وتسمح بده خلاص ما هو كده وانت تابع الاتحاد الدولي خلاص فانت اللوائح بتاعتك كده. فالاجتماع ده كان اجتماع تنسيقي انتوا هتعملوا ايه للمرحله الجايه البرنامج اللي هتحطوه ايه الاولويات بتاعتكم ايه عايزين تقارير عن ما كل انجاز يتم في الخطوات اللي احنا انتوا متعينين ليه تمام. واخبار حضرتك هتيجي بعد كده يا اما تيجي تفكر في فتح باب الترشح للانتخابات والكلام لازم تبلغ الفيفا تقول والله احنا نفتح الباب يوم كذا ونعمله كذا ونقعد 45 يوم وهنعمل كذا وتبقى للائحه بس فتح الباب الترشيح بقى بعد 45 يوم ده هيبقى بعد اللائحه لما بعد اللائحه ما تخلص خالص ممكن كل التفاصيل تتغير طبعا ما طبعا ممكن تتغير طبعا ممكن تتغير انت في بند زي بند الثمان سنوات ده ممكن جدا يكون موجود ممكن جدا لو احنا لدينا ما هو اتحط في اللائحه الاخيره لا ده اتشال من اللائحه الاخيره بس الفيفا ما اعتمدوش لسه هو ما اعتمدوهاش المحضر ما راحش للاتحاد الدولي لم ترسل للفيفا يعني الجمعيه العموميه اعتمدت ان 8 سنين مش موجوده الغاء بند الثمان سنين لكن محضر الاجتماع ما راحش للاتحاد الدولي واخد بال حضرتك بس انت النهارده يعني ممكن جدا في اللائحه الجايه تنص بقى نصا صراحه ان في بند 8 سنين خلاص مفيش اي مشكله الفيفا مش هيقول لك لا لو لغيته برضه الفيفا مش هيقول لك لا لان ده شان داخلي مفيش اي مشكله فيه فبناء على اللائحه هيبقى في خطوات اعلان الترشح وفي خطوات الانتخابات وعدد المقاعد وعدد الحاجات دي كلها والرئيس وكده والحاجات دي كلها تنص عليها صراحه فكره في عدد اعضاء المجلس هل في رئيس مع نائب رئيس امين صندوق ولا رئيس واعضاء فقط كلها تبقى للمسميات كلها تبقى للمسميات تتحط في اللائحه او في تعديلات اللائحه احنا مش هنعمل لائحه من اول وجديد هو نعمل تعديلات في لائحه النظام الاساسي بس اعتقد هتبقى تعديلات جوهريه بالتاكيد بالتاكيد لابد ان يكون تعديلات ايه هي لسه بالتاكيد هتطلع كلام كتير هيطلع في الايام اللي جايه عن اللائحه واحنا عايزين نعدل بعض البنود الخاصه بكذا وخاصه بكذا هتبدا الامور تتكشف هل عند حضرتك معلومه على فكره عدد اعضاء الجمعيه العموميه لو دلوقتي مثلا حوالي 250 260 نادي هل اللائحه ممكن تقلص العدد للنص او اقل من النص ولا التعديلات بمعلوماتك مش هتبقى رايحه للجزئيه دي شوف لا انا بالحس الاعلامي والحس الخبري كده انه في تخفيض للجمعيه العموميه تخفيض العدد لانه تقنين انت انت انت, انت بتعمل مسابقات وعايز تعمل مسابقات تنافسيه فما ينفعش ان انت كل مراكز الشباب اللي بتشارك في منافسات وما عندهاش امكانيات ما عندهاش حتى ملاعب توعدوا في الجمعيه العموميه او تبقى الاصوات متساويه اعتقد هيبقى في نوع من انواع تطبيق في اللائحه على انه عضو الجمعيه العموميه يشترط كذا وكذا 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 ممكن يكون عضو جمعيه عموميه بس مالوش صوت او ممكن يكون عضو جمعيه عموميه وليه صوت بس صوت نسبي بس يعني لابد هيبقى في قصه العضويه بتاع الجمعيه العموميه دي لابد ان هيبقى فيها نوع من انواع التحجيم النسبي زي يعني كده لكن وده على فكره النقطه دي تسربت من شويه وعشان كده في قلق من عدد كبير جدا من الانديه والنهارده اللي هم بتلاقاهم منتشرين جدا على السوشيال ميديا وعلى الفيسبوك ويقول لك يعني احنا هي مراكز الشباب دي كفرت ولا مش عارف ايه احنا جزء من الكره المصريه وليه لانهم حاسين باللي بنقوله ده حاسين انه ممكن جدا يبقى في تعديلات في اللائحه والتعديلات في اللائحه دي ممكن جدا تخلي تقليص عدد الجمعيه العموميه تمام فكره يا استاذ محمد التعديلات اللي ممكن تطرا الفتره الجايه وانا كويس ان انا بطرح معاك كل هذه الاسئله لان انا عايز استغل وجودك معايا والمشاهد يستفيد بوجودك معانا انك بتغطي الاتحاد منذ اكتر من حوالي من 20 30 سنه ربنا يديك الصحه لكن الناس عايزه تعرف معلومه الناس عايزه تعرف ايه اللي بيدور في الكواليس المجلس هيبقى ايه دوره الفتره الجايه فواضح ان القصص الفتره الجايه لا احنا بنشتغل على تطوير المنظومه وان احنا ما نرجعش نقطه الصفر من تاني وان الفتره الجايه المنتخب او الكره المصريه مش المنتخب بس ده الكره المصريه بشكل عام
تنطلق. لا ترتقي للفتره الجايه بشكل افضل طبعا. مع كمان ان البنيه التحتيه ارتقت قوي خلال السنه الاخيره بعد تعديل شكل الملاعب بالبطوله الافريقيه، كمان عندنا بطوله افريقيه مهمه جدا المؤهله لاولمبياد طوكيو كمان 3 شهور في نوفمبر الجاي بالظبط. هو طبعا هو هيبقى في لقاء قريب قوي يعني خلال ساعات ما بين السبت او الحد بكتير خالص ما بين اللجنه مجلس المؤقت المؤقته وبين وزير الشباب، لانه هو برضه مهما كان في الاخر المرجعيه الخاصه بالدوله اكيد فشيء طبيعي يبقى في سياسه الدوله اصلا في الاهتمام بالكره القدم والرياضه كلها لازم يكون في يقعد معاهم يسمع ايه طلباتكم ايه مش عارف ايه في اي معوقات هتقابلوها احنا الدوله تحت امركم ما فيش اي مشكله خالص ابداوا، ويعني نوع من انواع الاجتماع التنسيق عشان خاطر دفع للعمل في ظل تمهيد. احنا النهارده مش بنتكلم على ان اللجنه دي هي اللي هتطور الكره المصريه، لا هي اللي هتمهد الاجواء، هي اللي هتمهد الاجواء والمناخ عشان خاطر المجلس اللي يجي بقى يبدا عمليه التطوير. يعني احنا عندنا فتره ميته اللي هي 8 شهور الجايين ابتداء من شهر 9 لغايه شهر يوليو، الفتره دي تعتبر فتره ميته بمعنى اصح داخله على 11 شهر. بس انت قبل 11 شهر دول عايز قبليها بست شهور لازم الصوره تكون عندك واضحه، هتعمل انتخاباتك ازاي ومين اللي هيترشح ومين اللي هيؤدي بصوته من الجمعيه العموميه ومين اللي مش هيدلي وعلى اي اسس، وهي العناصر والاشتراطات اللي واجبه توفرها في عضو العضو اللي هيترشح لاتحاد كره القدم. تمام. كل ده هتعمله اللجنه المؤقته ان هي تمهد الجو او الاجواء او المناخ عشان خاطر المرحله اللي جايه عشان نعمل مرحله تعمل 4 سنين، وفي نفس الوقت بتسير اعمال زي ما حضرتك قلت بتسير اعمال خاصه بتنظيم امم افريقيا للشباب للمنتخبات الاولمبيه اللي هي بتؤهل طوكيو، بتجهز منتخب مصر مدير فني مباريات وديه للمنتخب تصفيات امم افريقيا 2021، كل الكلام ده كله ده قبل ما نخش على معاد تصفيات كاس العالم بقى يبقى احنا مستقرين، يبقى المدرب جه مدرب الوطني جه خد فتره في تصفيات امم افريقيا دخل على تصفيات كاس العالم بقى النوع الامور واضحه ان في منتخب عندك يسير بخطه ثابته على طريق المنافسه مش على طريق اداء الواجب والخروج من المنافسات. طيب هل الظروف تسمح لهم ان هم يقدروا يشكلوا رابطه انديه محترفه؟ شوف ده تعود الى اراده أندية الدوري الممتاز، الإرادة بتاعة الأندية الدوري الممتاز مش إرادة المجلس المؤقت؟ لا هو المجلس المؤقت بياخد القرار بس إنك تعمل رابطة قوية وكذا ده الأندية الدوري الممتاز ال 18 نادي إذا كان لديه إصرار أن تبقى في رابطة قوية دي فرصة سانحة إن هم يبقى في رابطة قوية من أول يوم في الموسم. هو طبعًا في ضمن الأجندة اللي موجودة إنه في رابطة أندية للدوري الممتاز أندية المحترفين، واخد بال حضرتك؟ الكلام ده مش هيتفعل الا اذا كانت الضغوط شديده من كل الانديه ان احنا عايزين فعلا الرابطه لها صلاحيات ولها لائحه لان ده في مصلحه الانديه لان ده في مصلحتهم لان هو ده والفرصه سانحه. النهارده اتحاد الكره السابق كان بيماطل ان لهم مصالح، لا مصالح، هو اللي عايز يدير رابطه الانديه، هو اللي عايز يتحكم في البث، هو اللي عايز يتحكم، عايز القرار يبقى عنده، كان عايز كل حاجه كل حاجه جواه لان هي زي ما اتفقنا استثمارات ماديه كبيره جدا تبقى تحت السيطره عندهم. دلوقتي رابطه الانديه اصبحت مطلب للانديه كلها، مفيش فرق بين الفريق اللي هو في القاع عايز يقعد اسوان وطنطا وكلام من ده وبين الاهلي والزمالك، لا كل الانديه النهارده مطلب مطلب كبير جدا ان يبقى ليهم رابطه. الملف ده اتاخر مش اقل من 10 سنين. ايوه مش اقل من 10 سنين. وبرده بمكاتبات مع اليو قلنا بيسمحوا لنا للكاف اسمحوا لنا ان احنا ناجل المحترفين دلوقتي او الانديه المحترفه دلوقتي. القاره الوحيده اللي عندها ازمه في الموضوع ده القاره الافريقيه، بس القاره الافريقيه في اتحادات كتير نفذت لكن احنا اتاخرنا كتير قوي اكتر من 10 سنين وكنا واقعين تحت سيطره الايه خلاص جواب بنبعت معلش شافونا السنه دي. ده متذكر يا استاذ محمد لو تذكر معايا النادي الاهلي من 10 سنين كان في رابطه الانديه المحترفين في الدوري الانجليزي، جت مصر والنادي الاهلي استضافها وعمل مؤتمر صحفي، فاكر التوقيت ده؟ وحط كل طبعا وكان الكابتن سمير زاهر موجود الله يرحمه كان موجود وكان في تنسيق وكان متحمس جدا للقصه دي وكان النادي الاهلي رائد في الملف ده وكان الاهلي كان من اوائل الانديه وما زال لغايه دلوقتي الاهلي هو اللي بيطالب برابطه الانديه المحترفه وما زال الاهلي هو دلوقتي بيتصدى ويتصدر للموضوع ده وما زال الاهلي هو الذي يتصدى ويتصدر للمطالبه بتقنيه الفيديو بالظبط
واخد بال حضرتك؟ لانه وما زال الاهلي هو اللي بيتصدى ويتصدر ويطالب باحترام المواعيد بتاع المسابقات ايا كانت، واحترامها احتراما كاملا من اجل الصلاح العام، عشان خاطر الصالح العام للكره والمسابقه نفسها، واخد بال حضرتك؟ وكثير من الانديه ممكن جدا ما يبقاش ليها صوت، هو صوتها الطبيعي بتنحاز الى النادي الاهلي عشان النادي الاهلي بيتكلم صح، فتبص يقول لك احنا مع النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ ده كل ده الامور دي كلها اصبحت الفرصه مهيئه النهارده لرابطه انديه، اصبحت الفرصه مهيئه لتقنيه الفيديو، بشرط ان تكون انديه الدوري الممتاز لديها الاصرار على هذا العمل وما يبقاش فيه انقسام وما فيش قصه اهلي او زمالك او الكلام ده. طيب كويس، معنا تليفون مهم جدا عشان نعرف برضو تفاصيل اكتر من الاجتماع. دكتور جمال محمد علي طبعا نائب رئيس المجلس المؤقت اللي هيدير اتحاد الكره لمده سنه لغايه اولمبياد طوكيو من العام القادم. دكتور جمال برحب بحضرتك وفي ضيافه الاستاذ محمد صادق مدير تحرير اخبار الرياضه. طبعا كابتن محمد صالح عالم من الاعلام اللي انا بحتفظ بيهم شخصيا يعني، وبرحب بحضرتك وبشكرك على المداخله. اهلا بيك يا دكتور جمال. دكتور طبعا يعني بنتمنى لكم التوفيق، يعني انا عايز اقول لك مبروك بس في نفس الوقت بتمنى لك التوفيق، لان المرحله القادمه مرحله صعبه، المهام اللي هتبقى مكلفين بيها الفتره الجايه مهام جسيمه محتاجه شغل كبير جدا، لكن عايز اعرف الرؤيه اللي عند المجلس بعد اول اجتماع النهارده مع مندوب الاتحاد الدولي والاتحاد الافريقي اللي كان موجود معاكم النهارده عشان خارطه الطريق خلال الفتره القادمه. هو طبعا انا بشكر حضرتك وفعلا هي المهام صعبه، لكن احنا مصريين وانت عارف المصريين طبعا ما فيش حاجه بتقف قدامهم، ان شاء الله كل حاجه. الو دكتور جمال سامعينك. سامعين حضرتك، كل الامور ان شاء الله هتكون على ما يرام وان شاء الله هنقدر المهام المكلفين بيها في خلال هذا العام ان شاء الله ننجزها على اكمل وجه ان شاء الله. طبعا ده مش هيتم الا من خلال العمل الجماعي، ومن خلال العمل الجماعي من اللجنه مع الجمعيه العموميه مع العاملين بالاتحاد مع الاعلام مع الخبراء اللي موجودين، لابد ان احنا نتكاتف جميعا عشان نقدر نعدي الفتره الحرجه اللي مرت بها كره القدم المصريه في الفتره السابقه. يمكن عايز اوضح بس بعض الامور لحضرتك. الاجتماع هو ما كانش النهارده، الاجتماع كان امبارح بالليل. كان الساعه 7 امبارح بالليل. يمكن مندوب الفيفا وصل القاهره بالنهار امبارح وطلب الاجتماع في نفس اليوم عشان سافر في نفس اليوم لمهمه اخرى موكل بيها من الاتحاد الدولي، فكان جه مخصوص حضرتك سلمنا الخطابات اللي هي قرار التكليف من الاتحاد، وقال انه الاتحاد الدولي طبعا سبورت اللجنه طالعه بقرار من الفيفا، وان هو في حاجات محرجه رسميا في خطاب رقم 1 اللي هو ازاي نعمل اللائحه، ونعمل اللائحه في ضوء لوائح الفيفا بحيث كل بند وكل جزء احنا بننتهي منه ممكن نبعثه للفيفا بحيث الفيفا بتراجع البنود هل موفقه للائحه الاتحاد الدولي او مش موفقه للائحه الدولي. وبعد كده حضرتك الجانب الثاني طبعا اللائحه دي هي اللي اسبوعها ان شاء الله هتتم الانتخابات للاتحاد المصري القادم. تمام. برضو كل الاستحقاقات اللي هي مفترض تتم بشكل سريع وفي استحقاقات هتتم بشكل طويل الامد نسبيا. اللائحه طبعا هتاخد وقت، يعني اللائحه هتاخد وقت. لكن لان احنا لازم ناخد براي الحكماء والخبراء وخبراء في القانون الجنائي وخبراء في الاستثمار وناخد راي اهل الخبره الجمعيه نفسها الجمعيه العموميه وكل الامور دي لابد انها تتوضع في الاسرار. وبعدين احنا عندنا كمان الدستور المصري والماده 84 وعندنا القانون الرياضه وعندنا قانون العقوبات وعندنا قانون الاستثمار، كل باب من الابواب دي محتاجه فعلا يتعمل بناحيه علميه وبذكاء شديد عشان ما نحطش ماده ولا نحط بند يخالف اي ميثاق من المواثيق الدوليه ولا القوانين المحليه، وبيبقى دايما المعيار الاساسي اللي هو اللائحه بتاعه الاتحاد الدولي لكره القدم اللي هي الفيفا. دول استحقاقين مهمين جدا. طيب الاستحقاق اللي هو سريع الاجل واللي احنا محتاجينه دلوقتي اللي هو الجهاز الفني للمنتخب القومي، طبعا في اجتهادات بتتقال وكل الناس الاسماء اللي بتعرض اسماء محترمه، ولكن اللي بقول لحضرتك بالفعل احنا ما جلسناش وما عرضناش اي اسماء ولا حد كلمنا في اي اسماء، لكن احنا بنقرا على مواقع التواصل الاجتماعي زينا زي اي حد الاسماء المحترمه المطروحه
ودي ان شاء الله هتكون على ترابيزه الاجتماعات ان شاء الله. طيب دي فيها جزئيه، بس في جزئيه صغيره يا دكتور جمال في الموضوع ده قبل ما ننتقل لباقي التفاصيل. هل المجلس هيعين مدير فني للاتحاد والمدير الفني للاتحاد هو اللي هيختار مدير فني المنتخب، ولا المجلس المؤقت هو اللي هيختار المدير الفني للمنتخب بشكل مباشر؟ شوف اقول لحضرتك على حاجه، طبعا المجلس الاداره لما هيجتمع احنا هنحط رؤيتنا المستقبليه في الجهاز الفني. كون ان هو يجي المدير الفني ويجيب يشكل الجهاز ولا المجلس الاداره، احنا ما درسناش الجزئيه دي نهائيا. ولكن انا شخصيا هتكلم بصفه شخصيه كاكاديمي وفي نفس الوقت دربت فرق لغايه المنتخب ناشئين، في معايير لابد ان يتم اختيار المدير الفني، لان ده بيبقى مدير فني لمنتخب مصر. يعني عارف حضرتك مدير فني لمنتخب مصر يعني قيمه لا تعلوها قيمه في افريقيا. فعشان كده لازم المدير الفني رقم واحد حضرتك لابد ان السيره الذاتيه بتاعته تتضمن مثلا الخبرات السابقه. طب الخبرات السابقه كمان تتضمن انجازات، لانه في بعض الخبرات السابقه ولكن ما فيهاش انجازات. طب الخبره السابقه، طب الانجازات، الشهادات العلميه ومدى تطويره من نفسه على طول بصفه مستمره. سماته الشخصيه وقدرته على الحاجات اللي انا هقولها دي مهمه جدا، لانه دلوقتي بتتعامل مع منتخب فيه نجوم عالميين. فلازم سمته وقدرته على القياده، قدرته على اداره الازمات، على اداره الصراعات، على اداره الوقت. القدرة عالية جدا على الضغط الانفعالي، لانك انت بتتعرض لضغوط شديدة جدا من الجماهير العاشقة لكرة القدم ومن الاعلام المصري تأديد التأثير. فلابد ان يكون عندك قدرة على تحمل الضغوط، لابد ان يكون عندك قدرة على العلاقات الانسانية الحسنة، ازاي تقدر تجمع الناس كلها حوالين المنتخب. تمام. سواء اللعيبة ولا الحاجات دي كلها اهتمام لابد انها توضع قدامنا كمعايير اساسية مين اللي عنده سمات. والكمال لله سبحانه وتعالى، يعني الكمال لله سبحانه وتعالى، ولكن دايما الانسان بينشد المثاليه في معدل زمني على مين اللي يتناسب سواء انت المدير الفني او من يعمل مع المدير الفني. طيب في معدل زمني لاختيار المدير الفني للمنتخب، يعني كذا اجتماع ولا لازم خلال اسبوع بالكثير؟ لا لا لا، ما فيش معدل زمني بالنسبه لنا، لانه في بعض الناس قالت انه في استحقاقات قريبه وفي ماتشات قريبه. لا احنا ما عندناش استحقاقات قريبه لحضرتك، احنا اول ارتباط رسمي، انت عارف اول ارتباط رسمي في اول مباراه رسميه هتبقى عندنا في شهر مارس اللي هي تصفيات كاس العالم. وعندنا ارتباط بتاع الفيفا داي، لكن ممكن احنا عندنا يمكن النهارده كان في محادثه بينه وبين الكابتن شوقي غريب طويله جدا عن الاجنده بتاعت كابتن شوقي غريب والخريطه بتاعت البلان بتاعت اللي حاطه، هل هي ماشيه في الصحيحه؟ طب ايه اللي محتاج مننا اي حاجه بحيث ان انا اتكلم مع الاستاذ عمرو الجنايني فيها؟ لقيت انه الكابتن شوقي فعلا مجهز اجندته ماشيه بشكل كويس جدا، وفي شهر 9 عندنا اللقاءين الماتشين مع السعوديه. وبعض الناس ليه اختار السعوديه وما اختارش فرقه افريقيه؟ لانه الفرقه الافريقيه في نفس الفتره بتلعب التصفيات بتاعتها في 14 فريق في تصفيات المنتخبات التي تلعبك في مصر. السبعه هتضاف ليهم مصر، هيبقوا ثمانيه هيلعبوا البطوله. حقيقي. طب بعديهم هيبقى في ماتشين مع الفرق اللي صاعده بس ما يكونوش في المجموعه بتاعتنا. فهو لازم يا اما هروح اختار فرق بعيد عن ال 14، يبقى اذا معنى كده هجيب مستوى قليل. تمام. طيب. وده مش مطلوب يعني، لكن ان ال 14 فريق اللي هيصفوا مع بعض فيهم نيجيريا وفيهم غانا وفيهم الكاميرون وفيهم الجزائر وفيها المغرب وفيها الفرق الثقيله اللي احنا نتمنى نعمل معاها مباراه وديه ان شاء الله. طيب الجزء الاخير يا استاذ دكتور جمال، وبتتكلم حضرتك على الموسم الجديد المسابقات، وحضرتك كنت لسه بتتكلم في جزئيه المسابقات والموسم الجديد والشؤون اليوميه لاتحاد الكوره في الفتره القادمه. تقنيه الفيديو ايضا من ضمن الملفات اللي طرحتوها في جلسه الامس والنهارده، حتى الاعلام كان يتكلم عليها. جلسه الامس فعلا الاستاذ عمرو الجنايني عرض على بيتكلم مع بيرون، بيقول له ان احنا عايزين تطبيق نظام الفار عندنا في الدوري المصري، تكلفته قد ايه؟ تمام. وامكانيه تطبيقه. فابدا قلب باستعداد ونسيت على استعداد كامل لمساعدتنا بحيث ان احنا يبعثوا لنا مندوب. اي المندوب ده طبعا انت عارف الحاجات دي كلها مرتبطه بشركات، هينشوف الاسعار بتاعتها قد ايه، طب هنوفر الفلوس دي بتاعتها منين. وفي نفس الوقت هو وعدنا انه ممكن يبعث لنا احد الخبراء في الجزئيه دي بحيث ان هو يدرب كم كبير لازم من ضروري ضروري عندنا كم كبير يتدربوا على تطبيق التقنيه على موضوع الاداره التحكيميه عن طريق الفار، لانه الموضوع مش سهل. فلابد ان احنا نعد الكوادر الاول، وبعد ما نعد الكوادر ونعد
الحاجات الاساسيه اللي هي الخامات والادوات والاجهزه المطلوبه. بعد كده نبدا ان شاء الله نسعى. فاحنا يمكن حتى في الحوار نحاول ان شاء الله، لو ما مش هنقدر نبدا طبعا الموسم، لكن نحاول ان احنا على بدايه الدور الثاني يا ريت نكون وصلنا لهذا للتطبيق. طيب استاذ محمد، احنا هنجتهد ونستفيد عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب استاذ محمد صادق كان ليه سؤال واستفسار عند حضرتك، اتفضل يا استاذ محمد. اتفضل دكتور. اولا مبروك الثقه الكبيره في حضرتك وامكانياتك، ودي مش جديده عليك اولا طبعا. الحاجه المهمه اللي عايز اسالها لحضرتك هو انتوا داخل اللجنه الخماسيه بالتاكيد في ملفات كل واحده ومسؤول عنها، يعني انا بعتقد ان انت اقدر من يتولى ملف المدربي المنتخبات بصفه عامه من طقطق لسلام عليكم او من الف الى زت، من ايه الى زت. في ملفات تانيه اخرى، هل تم التوافق فيما بينكم على توزيع هذه الملفات عشان يبقى في سهوله ويسر في العمل، ولا لسه الامور ما اتضحتش مين يمسك ملف التحكيم، مين يمسك ملف المدربين، مين يعني عايز اعرف القصه دي هتمشي ازاي؟ انا بشكر حضرتك على السؤال. كان عن يمكن انا في حوار مع الاستاذ عمرو الجناني امبارح والكابتن احمد عبد الله والدكتوره سحر، ان احنا قلنا في اول اجتماع لينا ان شاء الله يوم السبت بعد لقاء الوزير هيبقى في اجتماع هنحط فيه الاجنده اللي احنا هنمشي عليها، يعني لازم يكون في بلان، وبعدين في اولويات وفي مهام زي ما قلت لحضرتك سريعه، وفي مهام اوريدي هتاخد مننا وقت زي موضوع اللائحه. فان شاء الله في الجلسه دي هنبدا نحدد زي ما حضرتك تفضلت انه نحدد انه بعض الملفات في ضوء خبرات الموجودين، في ضوء خبرات الموجودين ان احنا نقدر نوكل لكل حد من الموجودين في المجلس بعض المهام لمتابعتها من الالف لا، ويعد التقارير بتاعتها ويعرض على مجلس الاداره. لكن الاتفاق الاساسي ان احنا نشتغل بشفافيه ونشتغل من خلال العمل الجماعي، ان احنا نقعد وفي ضوء القرار الجماعي اللي احنا نوصل له ان شاء الله نقدر ياخذ عايز التطبيق ان شاء الله. طيب دكتور جمال، برضو في لجان مشكله الفتره الاخيره قبل ما المجلس المؤقت كان يتم اعلانه رسميا من الاتحاد الدولي فيفا، رئيس لجنه حكام، رئيس لجنه مسابقات، رئيس لجنه شؤون اللاعبين. هل اللجان مستمره بنفس الهيكله ولا المجلس ممكن يكون عنده رؤيه فيتم بتغيير الفتره الجايه؟ شوف حضرتك، احنا طبعا بنحترم القرارات السابقه، ودايما احنا اللي عايز يشتغل في نظام مؤسسي ما بيجيش يبدا من الصفر. دايما الواحد بيقول لتلامذته الطلبه في الجامعه انه البحث العلمي او العلم لا يبدا من فراغ ولكن يبدا من حيث ما انتهى اليه الاخرين. الزملاء اللي كانوا موجودين المجلس السابق الفتره اللي ادار فيها الكابتن ثروت سويلم، في قرارات اتخذت، طب القرارات اللي دي كانت سليمه يبقى لابد ان احنا كلنا نحترمها وخلاص، ده قرار سليم. طب القرار ده محتاج بعض التعديل او بعض الاضافات، يبقى احنا من حقنا ان شاء الله ان احنا نضيف او نعدل. تمام دكتور جمال، في النهايه انا بختم معاك، يمكن بالامس طبعا والنهارده ودايما في كل كلامنا هنا في قناه النادي الاهلي، كل الدعم والمسانده للاتحاد وللمنظومه في الفتره القادمه، الكل يهمه المصلحه العامه، النادي الاهلي يهمه المصلحه العامه، ويمكن قلنا هنحط الفتره القادمه مسؤوليات محدده للعداله. المسؤوليات دي اذا تنفذت بالتاكيد هتبقى اللجنه او المجلس ماشي بشكل محايد، ما بيميلش لطرف على حساب طرف، واحنا دايما لما بنتكلم بقيم ومبادئ الاهلي، ما بنقسمش المساله اهلي وزمالك خالص، بالعكس اطلاقا كل الدعم والمسانده ليكم. لو الدوري هيستمر بشكل منتظم مفيش تاجيل حاجه ممتازه، تقنيه الفيديو اتنفذت حاجه رائعه، كمان جزئيه تفعيل دور لجنه الانديه ورابطه الانديه المحترفه اذا اتعملت هيبقى حاجه ممتازه جدا، تطوير المسابقات والحكام كل ده اذا اتعمل بصراحه هيبقى كل الدعم والمسانده ليكم، والفتره الجايه يبقى انتم طبقتوا المسؤوليات المحدده للعداله، واللي جاي هيكون افضل للكره المصريه. مظبوط؟ والله انا مع حضرتك في كل كلمه قلتها، ويمكن احنا الاستاذ عمرو الجناني في احد المداخلات انا 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 مصري وجاي ادير بشفافيه وبعدل ونزاهه ما بين كل الناس، واحنا مؤيدينه في هذا الراي تماما، وكلنا فعلا احنا ما عندناش الوان في اللحظه دي، لانه بنمثل مصر، يعني بنمثل مصر وبنمثل كره القدم المصريه، تمام، بنمثل جهه معينه، وبالتالي هتلاقينا حضرتك كلنا بنبكر في الصالح العام وما عندناش ضغوط، يعني ما عندناش ضغوط، فعشان كده نقدر ان شاء الله ناخد قراراتنا في صالح كره القدم المصريه ان شاء الله في المرحله اللي جايه. لكن اللي انا عايز اقول لحضرتك، انا واحد من الناس كراجل اشتغلت فني واشتغلت تحكيم ودخلت مجلس اداره الاتحاد قبل كده،
لو المسابقات ما كانش فيها عدل وشفافيه ونزاهه، الحاجات دي كلها في الاخر بتاثر على مين؟ اكثر انديه بتتاثر فيها. اكيد بتتاثر فيها انديه الاهلي وانديه الزمالك وانديه الاسماعيلي والانديه اللي بتلعب افريقيا اذا كانت بيراميدز ولا المقاصه بتتاثر بيها. طب الانديه دي لما بتتاثر ما المنتخب قوامه الاساسي من الانديه دي. يبقى اذا هيتاثر المنتخب القومي المصري، يبقى اذا تاثر كره القدم المصريه، يبقى تاثر المجتمع المصري الكروي. فالكلام ده لازم ان شاء الله يكون فيه اجنده ثابته، مسابقات ثابته عشان تقدر المدير الفني يعمل فتره اعداد عشان ومفيش تاجيل لاي نادي بعينه ولا اي سبب من الاسباب. اه بالظبط بالظبط. التاجيلات التاجيلات يا محمد عارف حضرتك التاجيلات اضرت بمين اكثر من الانديه اتضرت فيها؟ ما اضرت في الاخر انه كمل الاصابات بالمنتخب والزمالك اللي هم بيلعبوا بطولات افريقيا بيوصلوا النهائي، الدوري اصبح بينهي دوري وبيدخل في الدوري الثاني من غير مرحله انتقاليه، من غير فتره راحه، وفي العلم مش مفيش حاجه في الدنيا تمام انك انت تشتغل بصفه مستمره. ده ربنا سبحانه وتعالى اوجد الليل والنهار واوجد التعب والراحه، فمش معقوله يعني لعيب يشتغل كماشين كمكنه لمده موسم كامل 12 شهر من غير ما يريح. فالكلام ده ضد الطبيعه البشريه حتى. فلابد ان احنا انتظام المسابقات هيساعدنا ان احنا ندي فرصه للمدربين يحطوا برامجهم على اسلوب علمي. دكتور جمال محمد علي انا بشكرك شكرا جزيلا، والفتره القادمه ربنا معاكم وتشتغلوا لصالح الكره المصريه، وبالتاكيد الكل هيكون في ظهركم عشان كلنا بيهمنا الصالح العام للكره المصريه. شكرا جزيلا دكتور جمال محمد علي نائب رئيس المجلس المؤقت لاتحاد الكره المصري. استاذ محمد مكالمه فيها تفاصيل شافيه وافيه واكدت على كل معلومات حضرتك كمان كنت ذكرتها في بدايه الحلقه. على الكلام اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا يعني بحمد الله دارسين القصص وشايفين الوضع ازاي بالصح بدون نظره تفاؤل زاد على اللزوم او تشاؤم او الكلام من ده، يعني كل الامور جت متطابقه مع وجهه نظر اللجنه. واعتقد انه المكالمه يعني اوضحت الكثير من الامور والمرحله اللي جايه هتبقى شكلها ايه. يعني والنهارده 22 اغسطس حطينا معايير واسس للفتره القادمه اتنفذت، هتبقى الامور ماشيه بشكل جيد بالظبط، حصل ميل لطرف على حساب طرف هتبقى القصه كده وتم التامين عليها. ودكتور جمال محمد علي من الشخصيات النقيه بمعنى صح، يعني ما عندوش يعني في نوع من انواع يعني ما فيش الخبث ما فيش المصلحه الشخصيه. لا اتعاملنا معاه لما كان حتى مدير فني في منتخب الناشئين يعني والشباب يعني وكله تاريخه كله ان هو انسان جاد، انسان جاد ما عندوش حسابات اخرى، ما عندوش مصالح اخرى، بيتكلم على عايز يبقى فيه فعلا نوع من انواع التطوير، وان شاء الله يبقى فيه يعني نجاح لهذه اللجنه ان شاء الله. ده ملف اتحاد الكوره يعني من اي تو زد زي ما حضرتك ذكرت في الكلام مع دكتور جمال اتكلمنا فيه في كل تفاصيله. طب ننتقل بقى لملف النادي الاهلي، وغدا باذن الله في مباراه في اياب دور ال 64 الدور التمهيدي امام بطل جنوب السودان. ان شاء الله باذن الله الظروف مواتيه للتاهل الدور ال 32، لكن كيف ترى مستقبل فريق الكره في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ومباراه الغد، وكيف يستعد على مدار شهر للموسم الجديد سواء بانطلاق مباراه السوبر او حتى بالمشوار الافريقي والمشوار المحلي؟ بالتاكيد الشغل الشاغل لجماهير الاهلي هو المدرب، المدرب الجديد الذي سيقود الفريق في الموسم الجاي. احنا مباراة بكرة دي مباراة زي ما اتفقنا الاهلي ضمن الى حد 99.9 من عشرة عشان كرة القدم ما فيهاش ضمان 100% التأهل لدور 32. المرحلة الشهر اللي جاي ده من اهم المراحل بالنسبة. خلينا في مباراة بكرة لابد انه ان احنا بقى ندي الفرصة للوجوه اللي ما خدتش فرصه في الفتره اللي فاتت، واللي كان بعض القرارات الغير موفقه لمارتي لاسارتي ان هو كان سبب ان هو ابعادهم عن الفورمه او عن المباريات او الكلام من ده. طبعا انا شخصيا كنت اتمنى ان ماتش يطلع بره الاولاني مش الثاني، مش ماتش بيراميدز، ماتش يطلع بره الاولاني كان من الضروري ان يدفع مارتن لاسارتي بتشكيل مغاير تماما للي هيعتمد عليه قدام بيراميدز عشان ما يبقاش مقري يعني مقروء بالنسبه للمنافس اللي هو دي صبر.
دي نمرة واحد يعني، كان مفترض يعني كان يدفع بالاوراق دي بدري بدري. بس هي القلاص الكرة بقت كتاب مفتوح والكل بقى عارف. لا برضو انك انت تصر على تشكيل وماشي بيه، ومباراة زي دي مضمونة ما فيهاش اي مشكلة، وبتلعب بتشكيلك المعتاد على مدار الموسم واللي هنيت به الدوري والكلام من ده، ما كانش يجب ان هو يعمل كده. كان يجب ان هو يحط في حساباته ان في مباراة في كاس مصر وفي منافس محلي عينه عليه، فكان يحط له اوراق يلخبط افكاره، لكن هو ما كانش عنده حته الخداع دي. مسارتي كان راجل يعني كويس، ما فيش مشكله. طيب على كل حال على كل حال ان شاء الله مباراه بكره محسومه، ويجب ان يكون فيها العناصر اللي غابت في الفتره اللي فاتت تلعب فعلا. طيب عايزين نشوف محمود متولي، عايزين نشوف ديانج، عايزين نشوف اكتر مجدي قفشه، عايزين نشوف صلاح محسن، عايزين نشوف، لازم يبقى فيه الناس دي تاخد فرصه، لان دي مباراه وديه، تعتبر مباراه اقرب الى الوديه من ان هي مباراه رسميه بالتاكيد يعني. وهي فعلا القائمه اللي اعلنها كابتن محمد يوسف فيها كل الصفقات الجديده، اليو ديانج، محمود متولي، محمد مجدي قفشه، هو على ال 21 لاعب. انا عايزه ازارو، رمضان صبحي، وعلي معلول. طب ما هم كلهم دول انا عايزه لاعب الناس اللي ما لعبتش. اولا اديهم بعض الثقه والاطمئنان ان هم يبقوا من العناصر الاساسيه المرحله الجايه. ثانيا بمهد للمدير الفني الجديد اللي هيتعاقد مع الاهلي عشان خاطر يجي يلقى، هيبص على شريطين مباراتين مختلفين بلاعيبه، كل اللعيبه شامله فيهم، هيشوف مباراتين دول، وهيشوف برضو التدريبات والكلام من ده كله، عشان المرحله اللي جايه نبدا على نضيف معنى صح. يبقى قدامنا شهر اعداد، فتره اعداد اخرى سواء لكاس السوبر او لانطلاق الموسم الجديد. ودور ال 32 ودور ال 32 هيبقى في منتصف سبتمبر، هتبقى قبل السوبر باربع خمس ايام بالظبط. شهر كافيه للاعداد والتجهيز لموسم جديد. ما تنساش ان الاهلي عمل فتره اعداد في اسبانيا هناك، فهو شهر كافي ونص كمان. انت جهزت ثلاث ارباع يعني برنامج الاعداد بتاعك عملته في اسبانيا، الناحيه البدنيه طبعا، الناحيه البدنيه والناحيه الحاجات دي كلها. انت المدرب الجديد هو اللي يحط الفكر الخططي والتكتيكي والفني والكلام من ده حاجته هو. ممكن جدا مع خبرات لعيبه الاهلي اسبوعين يكفوا جدا ان هو انهم يقفوا على رجليهم ويفهموا الراجل المدير الفني اللي جاي وطرقه وخططه والحاجات دي كلها سهله. مع كم مباراه وديه الامور تبقى ان شاء الله باذن الله في المتناول والسهل ان شاء الله. طيب بخبرات حضرتك ومتابعتك للفترات الاخيره، هل الاهلي ان شاء الله يكون قادر على تخطي المرحله ديت، بما انه سبق ليه قبل كده في مراحل معينه لما كان بيبني فرقه بيكسب بيها 7-8 سنين دوري او بطولات افريقيه، ولما بيحصل تعديل في التغيير في التشكيل او في الفريق واعتزال لعيبه، تصعيد ناشئين، ضم صفقات، بيقدر يلم بسرعه المشهد. فشايف الفتره الحاليه بالمقارنه بالفترات السابقه ان شاء الله يقدر يلم الدنيا الفتره الجايه بسرعه؟ الفتره الحاليه دي افضل من الفترات اللي صدفت الاهلي في فترات السنوات الماضيه، لانه كنا مع بدايه أفضل. كل افضل بكتير جدا بكتير جدا جدا. كان لاما بتبدا بمدرب قديم ويبدا الموسم الجديد ويحصل التعثر في اول الموسم فيمشي ويجي مدرب تاني زي ما حصل مع حسام بدري وكارترون، وبعدين يجي ما يختارش اللعيبه، ما يختارش، ما فيش عندك صفقات، لاما يبقى عندك مدرب ليه ومفيش لعيبه، ليه ما عندك لعيبه ومفيش مدرب. النهارده انت عندك صفقاتك الجديده وعندك اللعيبه الجديده القدام للتيم، فرقه كامله، وتخلصت من عبء اللاعبين اللي هم زحمين الدكه، واستثمرت فيهم في شكل اعارات او شكل اي شكل اخر، فاستثمرتهم وخففت الدكه بتاعتك، فاصبحت عندك فرصه ان انت تتنفس كويس. دي نمره واحد. نمره اتنين، عندك مدير فني جديد جاي، مدير فني جديد بالتاكيد مجلس اداره الاهلي او لجنه التخطيط بتحط كل الحسابات عشان خاطر يبقى كده. يبقى انت النهارده انت مش جاي من تعثر، خلي بال حضرتك، انت متعثر، تعثرت، بس كان في الموسم الماضي، في نهايه الموسم الماضي انك خرجت من دوري ابطال افريقيا. كاس مصر دي تعتبر كبوه اي فرقه ممكن تقعها، لان ده كاس مصر مالوش كبير زي ما بيقولوا. فممكن اي فرقه تقعها، وسهل ان هو ينهض منها، خلاص خلصت المباراه وعدت، وهما بيقولوا بطوله باربع مباريات وخلصت، واخد بال حضرتك. لكن انت الكبوه بتاعتك الحقيقيه كانت في الخروج من دوري ابطال افريقيا، وانت تجاوزت هذه الكبوه عن طريق ان انت رفعت معنويات الفريق بدوري بلقب بطوله الدوري، وفاز بالدوري، جهزت صفقات كويسه، بتدور على مدرب ان شاء الله يبقى مدرب كويس جدا. يبقى انت هتخش الموسم عندك كل العناصر مكتمله افضل من المواسم السابقه،
فالاهلي قادر ان هو يقدم لنا موسم كويس، والبدايه تبقى بدايه قويه جدا جدا. وبرضه لا نستهين بالامر، لان في منافسين بيجهزوا انفسهم في الدوري المحلي على مستوى جيد جدا جدا جدا. ما لا نستهين بالامر، وما نقولش ان احنا عندنا عملنا صفقات كويسه وخلاص، لا، احنا نعمل ونتعب. ولازم روح الفنان الاهلي ترجع للعيبه، لازم كل لاعب بقى يبقى ايه يتحمل مسؤولياته. في لعيبه كانت مش على قدر المسؤوليه في بعض المباريات، لابد ان الروح ترجع تاني للفرقه دي عشان خاطر تبدا المنافسات صح من البدايه، من دور 32 دوري ابطال افريقيا، كاس السوبر، الدوري المحلي ان شاء الله. طيب الفتره اللي جايه شايف وجود النادي الاهلي مع بطوله الدوري العام اللي هتنطلق ان شاء الله بعد شهر او بعد السوبر، برضو السوبر لسه ما حدش عارف ميعاده، او لو السوبر عند حضرتك معلومه؟ لا السوبر، ما هو يعني انت النهارده حسمت وعملت جدولك خلاص، انت قلت الدوري هينطلق يوم 19 والسوبر 18، ما تقدرش من اولها تتراجع وتغير ميعاد السوبر. اه يعني السوبر فعلا 18، السوبر 18 ده هو ده السوبر ده بتاع السنه اللي فاتت اصلا، ما هو ده سوبر الموسم الماضي. يعني مش هتقدر تاجله تاني بعد كده خلاص، مفيش اي نوع من انواع التاجيلات، والا هنبقى نقول اول قصيده كفر، ما ينفعش. حتى لو هيتلعب في مصر، حتى يتلعب في مصر، يتلعب في الامارات، يتلعب في اي مكان، لابد ان تقام مباراه السوبر. خلاص احنا النهارده بنقول ان احنا هنلزم اللجنه الخماسيه المؤقته بكل كلمه هتقولها، فمن ضمن الالزام ان انت لما تحط جدول وتعلنه ما يتغيرش لا 24 ساعة قدام ولا 24 ساعة لورا، ولا ده كان عنده مباراة في افريقيا فهنأجل السوبر يوم، ولا ده عنده مباراة بعد كده هنقدم له السوبر، لا مفيش الكلام ده. انت حطيت يوم 18 يبقى يوم 18، الدوري يبدأ 19 يبدأ يوم 19، جدول الدوري هيتعمل قرعة مباشرة، اعمل القرعة بتاعتك المباشرة في الوقت اللي انت عايزه، مفيش أي مشكلة خالص، بدون موازنات أو بدون إيه توجيهات للقرعة، ويخلي الامور تنطلق بشفافيه عشان خاطر نقدر نستمتع بكره قدم بعيدا عن التعصبات وبعيدا عن التدخلات وبعيدا عن المجاملات الفجه اللي كانت موجوده في المرحله اللي فاتت. طيب سؤالي بقى، لان انا بالصدفه انا بسالك عن الدوري والموسم الجديد افتكرت السوبر فقلت اسالك لو عندك معلومه عليه. طيب الدوري الموسم القادم هل تتوقع بمشاركه الاهلي طبعا وان هو فايز بالبطوله دي رقم يعني مره 41 مره 41 بالظبط، فالبطوله السنه الجايه شايف القوه والمنافسه هتبقى بنفس الشراسه اللي كانت موجوده في السنه الماضيه، ولا البطوله بما انها هتبقى متزامنه مع بطوله افريقيا للانديه في نفس التوقيت، انطلقت في 8 9 تنتهي في شهر 5 6 زي نظام الدوري بالظبط، فشايف المنافسه هتبقى عامله ازاي وقوه البطوله مع تزامن مواعيد البطولتين في نفس التوقيت؟ شوف، هو اولا تزامن البطولتين مع في نفس التوقيت والكلام ده كلام احنا مفترض ان احنا تعودنا عليه خلاص، ان كان بيتقام مباريات والحاجات دي كلها ومباريات بقى كده بقى افضل من تدريجية. النظام القديم النظام دلوقتي افضل ليه؟ لان كله بيمشي، انت بتعد فريقك بيخش دور 32 دور سهل شويه، بيخش دور مجموعات دور سهل برضه، وبيتصاعد بتبقى انت القوه بتاعتك بتكتمل، اللياقه البدنيه بتاعت الفرقه بتكتمل، اهلي وزمالك الاثنين مع بعضهم في الهم سواء بمعنى اصح في دوري ابطال افريقيا، المقاصه وبيراميدز والمصري في كاس الاتحاد، فكل يوم بتزداد المنافسات في سواء في افريقيا وفي نفس الوقت في الدوري المحلي بيمشي خطوه بخطوه، فانا اعتقد ان الموسم ده هيبقى فيه نفس مثلث اللي كان بيتنافس الموسم اللي فات، هو اللي هيكون السنه دي بيتنافس على المثلث الذهبي الاولاني، الثلاث مراكز الاولاني. هتقول انا اقول لك لا انا بحترم الاسماعيلي بس ما قدرش يعمل الصفقات اللي هي تخليه قوي للاهلي والزمالك. تقولي المقاصه، اقول لك المقاصه بيجتهد ان هو يعمل فرقه كويسه، واخد بال حضرتك؟ ممكن تبقى فرق تحدد نتائج المباريات او نتائج الاهلي والزمالك، ممكن تبقى عقبه في طريق، لكن مش هتكون على قدر المنافسه ان هي تخش المربع الذهبي مبكر وتبدا تنافس الكلام من ده. في فرق كتيره دعمت لاعبين واجهزتهم مستقره وهتبقى قويه. في الدوري السنه دي ممكن يكون اشرس من السنه اللي فاتت، الدوري السنه اللي فاتت كان شرس وكان مهم جدا وكان قوي جدا، بس التوقفات الطويله والتاجيلات هي اللي اضرت بالمسابقه وهي اللي افقدته الحلاوه بتاعه كره القدم المعتاده. تمام، فكره المدربين الاجانب الموجودين في الدوري المصري شايف وجودهم عياسر الدوري قوه ومنافسه؟ شفنا طبعا الزمالك كان مديره الفني كان سابق قبل كده تدريب منتخبات، مدرب بيراميدز نفس الفكره، الاهلي في التوقيت الحالي بيدور على مدرب بمواصفات معينه واكيد هيكون في اسم ان شاء الله جيد للنادي الاهلي خلال الساعات القادمه ان شاء الله. ده هيسر الدوري المصري ان في اسامي جيده موجوده، مع بقى وجود كابتن عماد النحاس، مع كابتن ايهاب جلال، مع كابتن طلعت يوسف،
مع احمد حسام ميدو في مصر المقصه. برضو لا شك ان الدوري ده هيبقى اقوى من الدوري من ناحيه الناحيه الفنيه للمدربين. انت بتتكلم النهارده عن دي صابر مدرب كويس جدا داهيه في افريقيا وكويس جدا ومخه جاهز وحاضر واشتغل مع الاسماعيلي وشغال مع الاسماعيلي وعمل نتائج كويسه وصله لانه يتصدر الدوري في الدور الاول قبل ما يجي الاهلي وايه وياخد اللقب. دي نمره واحد. تمام. بالنسبه لميتشو مدرب يعني نقدر نقول يعني عاجل افريقيا رايح جاي وكده وعنده خبرات كبيره وهيبقى مع الزمالك مع التدعيمات الموجوده في الزمالك مع الصفقات الكبيره اللي جابها الزمالك هيقدر برضو ان هو يبقى منافس شرس وقوي جدا جدا. الاهلي طبعا غني عن القصه ان هو الاهلي بيلعب على بطوله دائما وابدا والمدرب بتاعه ان شاء الله ربنا يوفقه ان هو يقدر يعمل من التوليفه اللي عنده باللاعبين دي فريق قوي جدا جدا. ما ننساش انه سموحه بيجهز نفسه كويس، الاتحاد السكندري طلعت يوسف بيجهز نفسه كويس جدا، المدربين المحليين امام تحدي رهيب جدا جدا، احنا الاجانب متقلصين للغايه يعني تقدر تقول ثلاث مدربين اجانب. دجله او الجونه كمان، دجله والجونه. وادي دجله مستقر معاهم من السنه اللي فاتت. والجونه جهاز جديد. والجونه لسه راجل ما نقدرش نحكم عليه، لكن الباقيين دول اللي هو طلعت يوسف والاسماعيلي بيفكر على فكره ان هو يجيب مدرب اجنبي لغايه دلوقتي ما وصلش للقصه مش قادر. بس حاليا موجود الكابتن صبري منياوي وكابتن محمود جابر. محمود جابر. لكن برضه الاسماعيلي محتاج مدرب اجنبي، محتاج مدرب اجنبي. ان اداره الاسماعيلي تاخرت كثيرا في هذا الملف ويجب ان تحسمه لغايه النهارده. محمود جابر ما اعرفش هو اللي هيقود الفريق في الدوري الممتاز ولا لا، وهل ممكن يجي مدرب ثاني في اول اسبوع من الدوري؟ لغايه دلوقتي الاسماعيلي ما حسمش، لكن طلعت يوسف كويس، حسام حسن كويس، ايهاب جلال في المصري كويس جدا، عماد النحاس كويس جدا، في فرق كتير جدا الفرق. طبعا ميدو في المقاصه. كل الفرق دي مش هتبقى لقمة سهلة. مختار في الانتاج الحربي، الناس ليها مكان علي ماهر في انبي، دول مدربين واضح ان دوري مدربين ضرب نار بمعنى اصح. ما فيهمش مدرب قليل ده، حتى يعني رغم الامكانيات الماديه الضعيفه جدا نقدر نقول ان اسوان لن يكون لقمه سهله، لانه برضو جاب لعيبه كويسه عندها خبرات ومعاهم مجدي عبد العاطي بيتطلع ان هو يعمل حاجه، يبقى زي ما كانت بدايه عماد النحاس من اسوان ممكن تكون بدايه مجدي عبد العاطي من اسوان. ده احنا اتكلمنا في حوالي 10 انديه، يعني اكتر من نص الجدول. يعني لو حتى المنافسه بين ثلاثه بس باقي الفرق هيكون لها دور في التأثير على المنافسة، دور في تحديد البطل. بالتأكيد. والبطل اللي هياخد لقب الدوري رقم 61 ده يعني هيبقى مش عايز اقول لك، يعني هيبقى خلاص عمل كل حاجة، يعني عمل بطولة استثنائية. طبعا عمل بطولة استثنائية ورغم ان البطولة اللي فاتت استثنائية ما كانش حد يقدر يقول اي حاجة فيها استثنائية من اولها لاخرها. بالظبط. لغاية اخر 3 اسابيع كان انبي بيصارع على الهبوط والاتحاد السكندري بيصارع على الهبوط على النجاح والحاجات دي كلها، وكان برضو دوري فوق بنقول في ايه يعني. احنا بطوله استثنائيه كبيره عملها الاهلي، والبطوله اللي جايه برضو هتحتاج نفس الروح اللي كانت موجوده عشان خاطر ان شاء الله توفيق لكل الانديه وكل الناس تأدي موسم طيب. بس ده ممكن جدا بدون معوقات من اتحاد كرة القدم او اللجنة المؤقتة، بقى يا رب يكون موفقين ويديروا الدستور خلاص ان شاء الله. النهارده هو يعني اتفقنا على الدستور 22/8 حطينا دستور في المكالمة مع يعني الدكتور جمال. اتمنى ان الحلقات اللي جاية من الاهلي الليلة تبقى تكمل الدستور، تجيب رئيس اللجنة تسمع رأيه، تجيب بقية الاعضاء صحر عبد الحق الدكتورة صحر، وتجيب محمد فضل، كلهم يقولوا هم برنامجهم ايه وبنتعهد بايه. حتى لو مكالمه تليفونيه زي مع الدكتور جمال محمد علي، وان كنت اشك انه في حد فيهم هيطلع يتكلم كده، لانه تقريبا ملف برضه الحديث مع الاعلام هيبقى للدكتور جمال محمد علي. هنشوف بعد اول اجتماع كده الخطوات اللي جايه بالنسبه لهم. استاذ محمد صادق انا بشكرك شكرا جزيلا، ولو كلمه اخيره تحب تختم بيها حوارك. لا انا طبعا بتمنى ان شاء الله الاهلي ان هو يكمل يعني صالح جماهيره بكره اولا بنتيجه عريضه بفوز محترم، فوز كبير يصالح الجماهير اولا، وبعدين بتمنى ايضا انه ان شاء الله زي ما انت قلت كده خلال ساعات يتم الاعلان عن المدرب الجديد عشان حيره الجماهير خلاص والسوشيال ميديا تهدى بقى وتبدا الكل يدفع العجله لقدام ورا المدرب اللي ان شاء الله هيكون اتمنى انه يكون مدرب كبير
كبير على قدر وعلى قيمه وعلى مكانه الاهلي ان شاء الله. شكرا جزيلا استاذ محمد والتوفيق لك يا رب خلال الفتره القادمه. شكرا جزيلا. بشكر كل مشاهدينا الكرام كل متابعينا في كل مكان. حلقه كانت مهمه جدا من برنامج الاهلي الليله في ختام هذا الاسبوع. فقره الصحافه والميديا في ختام البرنامج كانت مهمه جدا للحديث عن الكواليس والاخبار المتعلقه سواء باتحاد الكوره او حتى بالنادي الاهلي، لكن في النهايه جمهور النادي الاهلي دائما السند والعون للنادي الاهلي خلال الفتره القادمه. كل المسانده وكل الدعم لمنظومه النادي الاهلي بشكل عام. احنا جزء من الجمهور قبل ما بنشتغل في الاعلام، فكلنا في ظهر النادي الاهلي. طول ما النادي الاهلي بخير ان شاء الله الفتره الجايه الجمهور هيكون مبسوط وسعيد، وان شاء الله النادي الاهلي يقدر يستعيد توازنه في البطوله الافريقيه. واللي بيتحضر دلوقتي بيتحضر عشان الموسم الجديد، دوري وافريقيا وكل البطولات، من اجل اسعاد الجماهير. اللي جاي ان شاء الله هيكون افضل، اللي جاي باذن الله هيكون حاجه مختلفه عن الفترات السابقه. نتمنى التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه الغد. اداء قبل نتيجه ونشوف اداء جميل، اللعيبه تلعب كوره ممتازه، في نفس الوقت الجمهور ينبسط ويشوف كوره حلوه، وان شاء الله باذن الله تكون يعني دفعه قويه للمرحله القادمه عشان نستعيد كده نشاطنا وحيويتنا قبل انطلاق البطوله بعد شهر باذن الله. شكرا لحسن المتابعه والمشاهده، ونلتقي على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامج الاهلي الليله.